خد بالك انا كنت باصص كده ايه يعني، ينظر شاخصا الى السماء الى خط الافق، ولا شاخصا ولا حاجه. انا قاعد عمال بفكر بصراحه، مش في قصه الباندا والبراكين خالص اللي احنا بنختم بيها النشر، مش دي القصه خالص. انا يعني بهزر مع زمايلي يعني. هو انا بس عايز اهمس في اذن الراجل المحترم محافظ الدقهليه. طيب ايه الهمسه؟ طبعا احنا عارفين في عندنا كده، عشان تروح الدقهليه مثلا من القاهره فانت بتاخد طريق بنها الحر، وبعدين بتطلع على بنها ميت غمر، تحديدا يبقى على ايدك اليمين الرياح التوفيقي. ومحدش يسالني عرفت منين الرياح التوفيقي، انا كنت شاطر في الجغرافيا علشان كان عندي مدرسه جغرافيا عظيمه اسمها ميسيس جوزفين، وشاطر في التاريخ عشان كان عندي مدرس تاريخ عظيم اسمه مستر عوض فرج فانوس، فاكر اسمه حتى هذه اللحظه لانه حببني جدا في التاريخ فاصبحت مهووس بالتاريخ. المهم يعني الجغرافيا بالمناسبه معناها برضو انك انت تبقى فاهم خريطه مصر الاداريه وتبقى عارف الحاجات اللي فيها. يعني انا كتير يبقى انا قاعد في الاوضه كده اللي بنجتمع فيها انا وزمايلي طول الوقت اقعد اسالهم حاجات متعلقه بخريطه مصر الاداريه. المهم انت بقى واخد طريق، خد بالك طريق ميت بنها ميت غمر عشان توصل مثلا للمنصورة، تخش يعني على الدقهلية، واول ما هتعدي بوابات الدقهلية ففي كل الاحوال بيبقى فيه على ايدك اليمين الرياح التوفيقي. اللي هيروح هناك هيلاقي الطريق بقى حاجة تانية خالص عن زمان يعني، وهيلاقي فيه محاور جديدة وكباري جديدة وحاجة يعني تسهل لك جدا الوصول. طب ايه الهمسة؟ الهمسة فندم هي التعديات على الأراضي الزراعية. حتى هذه اللحظة أنا ما أقدرش أقول إنها حاجات جديدة ولا قديمة، أنا ما أعرفش، أنا راجل لا يفتي بما لا يعرف على الإطلاق على الإطلاق. ما أعرفه هو إنه في بنى موجود على الأرض الزراعية، تلاقي في وسط الزراعة طالع لي مبنى طوب أحمر وعواميد خرسانة، وبالمناسبة المبنى مش ساكن ومش مأهول بالسكان، ده فاضي. حلو؟ طيب زيه كتير قوي. إنه ليس مبنى ولا اثنان ولا ثلاث ولا أربعة ولا خمسة في علبة واحدة، أنا بتكلم على عشرات المباني. طيب فين يا عم يوسف؟ تاني عد انت بس بوابة الدقهلية من هنا، الرياح التوفيقي على ايدك اليمين، شوف بقى يمينك وشمالك. ادي واحد. اتنين، سيدي المحافظ الدقهلية عايزة بدل النظرة خمس ست نظرات. احنا عملنا المنصورة الجديدة وده شيء عظيم، المنصورة بتاعتنا بقى اللي جواه عايزة ايه؟ يوه 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 يوه. فدي همسة، مش همسة عتاب، لكن همسة بتاعة راجل شغلته انه يشاور على الامور عشان نلاقي لها حل، شغلته بصفته. حلو. بس انا هنا واقف ايه؟ مذيع. فانا اهمس كراجل بيشتغل مذيع صحفي تلفزيوني، اللي انا شفته يحتاج انه المحافظ بنفسه يطل على الناس دي، طلة يبص بصة ويشوف ويراجع هذه الأمور. هذه الأمور يا ترى هي داخلة جوه قانون التصالح ولا براه؟ تستوجب الإزالة ولا هتخش مصالحة؟ ولو تستوجب الإزالة ما تزالتش ليه؟ وهل هي جديدة ولا من على قديمه؟ نلحق. ما ينفعش أبقى قاعد عمال بوجه جانب ليس باليسير من موارد دولتنا علشان نوسع الرقعة الزراعية، والريس يحذر من تضاؤل الرقعة الزراعية في دلتانا القديمة، فإحنا نترك هذه البقعة تتضاءل شيئا فشيئا رويدا رويدا حتى تنتهي. ما ينفعش. تاني، ما ينفعش. معلش سيادة المحافظ، أنا الراجل ده عارفه وقابلته وعارف إنه راجل محترم وبتاع شغل، فأنا علشان واثق في إنه بتاع شغل وواثق في نشاطه وواثق فيه كمان إن هو ينتمي لنفس الفئة العمرية التي ننتمي إليها، ففي حالة من النشاط والديناميكية ولسه الصحة الحمد لله ربنا يديمه عليها يديمها عليه يعني، يقدر ينزل ويبص بنفسه. لازم انزل شوف، يعني المنظر ما يسرش، بس أنا عايزك تشوف وتراجع بعد إذنك. وشكرا مقدما. بعيدا عن الرياح التوفيقي وعن التبطين اللي بيتعمل الرياح التوفيقي ورا وافده، ودي حدوته يجب ان تروى،
لدرجه يا اخي ان انا بفكر في حاجه، قاعد الحقيقه بفكر انا وزملائي الاعزاء وزميلاتي العزيزات، في انه البلد للاسف بقى فيها بالمصطلح الدارج والرائج والمتداول كثيرا هري، فيها كم هري من هنا لبكره، لا بكره ده هري من هنا لحد بعد بكره. طيب هري في الصناعه، هري في التجاره، هري في الزراعه، هري في التعليم، هري في الصحه، هري في الشهادات بتاعت البنوك، ايه كم الهري ده؟ فاحنا قاعدين بنتكلم قلنا طب هو احنا انت يجي اشتغلي ايه؟ انا يجي اشتغلي ان انا اعرف حضرتك الحقيقه زي ما تطلع. طيب ونحاول مع بعض طول الوقت نجد حلول. يعني امبارح وانا بكلمك على القطاع الصحي فانا اذكر لك مجموعه من الحقائق والارقام، صح؟ جميل. علشان الهري ده انا لا اظن على الاطلاق نابع او خارج او منطلقات وطنيه على الاطلاق. اللي بيبدا الهري، ولو حضرتك كلفت نفسك ربع ساعه مش اقل بصراحه، ربع ساعه تمشي ورا الهريايه عشان تجيب اولها، هتلاقي يعني احد خرفان الاخوان هو اللي اطلق هذا الهري، ثم تبنته لجنه صغيره من لجان الخرفان، وبعدين يبدا يبقى حاله رائجه فتبدا الناس تتكلم، كل المجتمعات بتهري. بالمناسبه يعني لو حضرتك حالفك الحظ وسافرت الولايات المتحده الامريكيه وقعدت فيها مش كتير، لا شهر ولا اتنين، قعدت لك 10 ايام اسبوعين، هتسمع كم هري غير طبيعي. بس الفرق فين بقى؟ انه هناك من لا يلتفت للهري على سبيل المثال داخل المجتمع الامريكي، دي ناس بتاعت شغل، كذا الحال في اوروبا ناس بتاعت شغل والهري فيها قليل قوي قوي، لكن الهريين موجودين في اي مجتمع. عندنا لاسباب عده الهري زايد، من ابرز هذه الاسباب في رايي المتواضع، واحد نحن نتبنى الامر دون تفكير، اي حاجه بتتنشر يلا لايك وشير، اي حاجة تتحط على الفيسبوك على تويتر على انستجرام على تيك توك لايك وشير، وتبدأ انت، ما انت برضو مش هينفع توقف مكتوب في الايدي، يعني اخويا يهري وانا مهريش، فتروح انت حاطط الحتة بتاعتك بقى بربع جنيه، طبعا في اجيال ما تعرفش ايه هو الربع جنيه، الحتة اللي بجنيه خلاص بقت الناس دلوقتي اقل حاجة بتفكر فيها. تمام. طب يا ترى احنا كده ليه؟ انا ادعي احنا ما وراناش حاجه، يعني احنا قاطعين من وقت مثلا شغلنا او وقت مذاكرتنا او وقت ابحاثنا وقاعدين على السوشيال ميديا ماسكين التليفونات عاملين كده. اتحداك تخش اي مكان ما تلاقي اي مكان اي مكان، ركب الاتوبيس، الميكروباص، التاكسي، القطر، المترو، قاعد في حته كل الناس قاعده عامله كده. ولو انت سألت حد بتبص عليه يقول لك ببص على فيسبوك، ببص اصلا بتفرج على تيك توك، حلو جميل. طيب هو دلوقتي ساعة شغل ولا ساعة فرجة؟ المفروض انها ساعة شغل لو احنا في عز الظهر، يعني قاعد في مكتبه بيتفرج على بدل ما يخلص المواطن، يعني مش دي القصة. وبعدين ينزل يقرر يهري بقى. طيب هتلاقي من ضمن الهري مثلا يجي يقول لك ايه، البلد حالتها صعبة، طب وبعدين؟ صح، البلد حالتها صعبة، صح 100%. طب وبعدين؟ صح برضو وحقك. السؤال بقى هو انت سايب شغلك ليه؟ يعني وبعدين دي انت ما تقولهاش عشان انت سايب شغلك وبتسأل طب وبعدين؟ وبعدين روح اشتغل. سايب المكتب بتاعك ليه؟ سايب المصلحة بتاعتك ليه؟ ما تخش تشتغل، ده بمنتهى البساطة يعني، خش اشتغل دلوقتي ميعاد الشغل. انت قاعد بره المكتب قبل الساعه 2 ولا 3 ليه؟ ليه او قاعد بره المكتب الساعه 11 الصبح ليه؟ هو انت وصلت مكتبك الساعه كام؟ عملت قد ايه شغل النهارده؟ خلصت كم مواطن؟ يعني خلصت كم مواطن؟ ولو انت بتخلص هم للطابور اللي واقف ده ليه؟ تيجي تقول لي اما العم يوسف ما لقينا الرقمنه وانا قلت لك ان كل حاجه عندي في مصر بقت مرقمنه؟ ده انا بقول لك انا بدات مشوار كان لازم ابداه
يجي من 20 25 سنة، فأنا بدأته لسه ما خلصتش كل حاجة. ده واحد. اتنين، ولو أنا رقمنت كل حاجة بالطريقة اللي بتتعمل بره، نص الناس دي مش هتلاقي شغل. فعشان كده أنا ما بعملش للدرجات، يعني مش عاوز أمشي فيها بمنتهى السرعة. تاني، لأنه دي دولة خايفة على الناس، فبتحاول توازن الأمور ما بين أن أنا أقعد أراقمن وأخلي الحاجات كلها مثلا مميكنة مرقمنة، سمي المصطلح اللي نفسك فيه، وفي نفس الوقت أحافظ على أشغال الناس عشان ما اضطرش أمشي حد. في أمريكا بيمشوا الناس على صباح الفل عادي، يعني أنا مش عارف أنت عارف ولا لأ أن قوانين العمل في أمريكا بمنتهى البساطة، أصحى الصبح أقول لك روح بيتكو، أنا جاي مش مستلطفك، مقير منك، ده بجد مش هزار، مش عاجبك روح ارفع قضية. والقضية بقى تختلف على حسب انت في انهي ولاية، لانه قانون العمل غير خاضع للقانون الفيدرالي العام الحاكم لل 52 ولاية، فكل ولاية وليها طريقتها، وكل مقاطعة وليها بعض اطورها الى اخره، حدوتة يعني. بس خلاصتها صاحب الشغل او مدير الشغل هيصحى الصبح يقول لك روح. احنا هنا ما عندناش الكلام ده. طيب هسألك تاني، انت سايب شغلك ليه؟ سايب الناس واقفة طابور ليه؟ أنا مش بشتغل موظف، ده أنا بشتغل في مصنع، سايب المكنة بتاعتك ليه؟ ده أنا بشتغل في ورشة عند اللوسطى فلان، سايب ورشتك ليه؟ بس يعني هو سؤال يعني. فأنت بتقول الدنيا واقفة، هقول لك طب اشتغل. بس أنت مش عاوز تشتغل. في ناس مش عايزة، أنا مش بقول لك كل الناس، في ناس مش عايزة تشتغل، في ناس عايزة تفضل قاعدة حاطة رجل على رجل، وبعدين يقعد يقرأ على الفيسبوك ويعمل لايك وشير، وبعدين يفتي، وبعدين يقعد مع أصحابه بالليل على القهوة يقول لهم يا جماعة أنا مش قادر أفهم، أن المرتب مش مكفيني، هو عاوز ما يشتغلش بس في نفس الوقت عاوز المرتب يزيد وياخد المكافأة والحافز والإضافي، بس هو ما اشتغلش بعشر جنيه. فلو ما خدش الحافز والمكافأة اللي هم مش من حقه غير لو اشتغل، يزعل وصوته يعلى وفين؟ وانت اشتغلت انت هتكافئ على عدم الشغل؟ هتحفز على عدم الشغل؟ يا دين النبي، هو في كده؟ طيب بلاش دي، قاعد بتهري ليه في اللي انت ما تعرفوش؟ طب ما تدي نفسك فرصة تقرأ تطلع تفهم. طيب انا مش اخوان، ما تقولناش بقى ان كل الناس اخوان، يا عم انا عارف ان انت مش اخوان، بس انت تبنيت كلامه، انت تبنيت الهري بتاعه فكملت، فانت حققت له كل اللي هو نفسه فيه. لهذا السبب قلنا طب ما تيجوا نعمل حاجة لطيفة كده، ان احنا كل يوم زي دلوقتي مثلا في بداية الحلقة نعمل مثلا حاجة تحت هاشتاج نسميه كفاية هري، بلاش هري، بطلوا هري. طيب وهنقول ايه بعد الهاشتاج ده؟ مثلا نقول انه تعالى نتكلم على الارقام المتعلقة بالصناعة، حصل ايه في مصر خلال 7 أو 8 سنين، حصل واللي بيحصل، حصل ايه في مصر في قطاع الزراعة، الصحة، التعليم، القطاع المصرفي، السياسات المالية، السياسات النقدية، إلخ 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 من مختلف أنشطة ومناحي الدولة والحياة داخل جمهورية مصر العربية. مجرد تفكير قاعدين بنتكلم فيه أنا وزملائي، لأنه فعلا الحكاية زادت قوي. أنا بقدر جدا كمواطن وبحكم شغلانتي وبحكم حتى تركيبتي ان انا استوعب انه في وقت الازمات الناس بتتفك بكلمتين صح، بس تتفك بكلمتين منطقيتين، لو كانوا كلمتين يعني، بلاش فتي، لان انت بتضر نفسك مبدئيا يعني، وبتضر مجموعة حواليك، وبتشي حالة من السلبية والاحباط غير طبيعي غير طبيعي، زي كده ما حكيت لكم على الواد بتاع امبارح حمار حصاوي، لما حب يكذب طلع حمار حصاوي. ليه؟ قال لك انا جاي من 6 اكتوبر خدت الدائري الاوسطي، طلعت على طريق الضبعة وانا ماشي رحت داخل على محور تحيا مصر. ايه يا عم ده؟ ايه الحصاوي ده؟ طب انت تمشي ورا حصاوي زي ده؟ انت يرضيك انت تمشي ورا واحد زي ده؟ يرضيك ان انت تشير فيديو زي ده؟ يرضيك ان انت تعلق عليه بقى تعليقات اللي هو ايه؟ برضه في واحد كده دايما فاكر نفسه اديب، وعملتي فينا كده ليه يا مصر؟
يعني هو فجأة كده مثلا بقى يحيى الطاهر عبد الله الله يرحمه مثلا. بالمناسبة أنا أدعوكم دايما لقراءة يحيى الطاهر عبد الله الله يرحمه، ده كان أديب عظيم، لو كان ربنا سبحانه وتعالى إداله العمر يعني كان يعني بقى له شأن أكبر بكتير جدا من الشأن اللي خده في حياته رحمة الله عليه من صغير يعني. فالجمل بقى اللي هي الأدبية، وعملت فينا كده ليه يا مصر؟ حبناكي ما حبتناش، طرنا بيكي ما وقعتناش، حاجات كده يعني. ليه؟ أنت ماشي ورا حصاوي، هي وصلت حصلت، ما ينفعش حتى ما يليقش بيك. أنت شعب عظيم، شعب مهم، ياما اخترع وياما إدى الإنسانية. مصر دي اسمها أم الدنيا ليه؟ ليه مصر أم الدنيا يعني؟ أم الدنيا علشان سيادتك، عشان دماغك ومخك، عشان طول عمرك بتعقل الحاجة، بتفكر فيها كويس، عشان كده أنت اللي اخترعت نظم الري، وانت اللي مهدت الارض للزراعه. يا راجل ربنا ادى نهر النيل لتسع دول، محدش فيهم عارف يعمل حضاره زي بتاعتك. كان في حضارات ما بنقدرش ننكر، لكن حد عمل اللي انت عملته؟ طب ما هو ادى اصدقائنا اخواتنا اشقائنا في العراق بدل النهر اتنين، دجله والفرات، وعملوا حضاره عظيمه بس مش زي بتاعتك. ادى الصين انهار وبحار وفيافي وجبال وديان وسهول، عملت حضارة عظيمة بس مش زي بتاعتك. انت حاجة تانية خالص، استوعب ان انت فعلا حاجة تانية، انت كبير، فاكبر بنفسك اكتر. عليك ان تشعر بالفخر والخيلاء ان اردت تمشي كده رفع راسك في السماء كده. انا مصري، انا اللي عملت كل حاجة. الإغريق جم اتعلموا عندي، الرومان جم اتعلموا عندي، العرب المسلمين جم اتعلموا عندي، أنا اللي علمت كل دول. وبالمناسبة ده مش تاريخ قديم، أنت على تعاقب الحضارات وعلى تعاقب العصور دايما كنت أنت الأكثر تفوقا. يا راجل مثلا في القرن أواخر القرن التسعتاشر، أواخر القرن التمنتاشر، سنة 1798 لما مصر تم احتلالها من الفرنسويين، الحملة الفرنسية. قل لي بلد في العالم فرنسا دخلتها وخرجت بعد ثلاث سنين غيرك، وخرجت مهزومة مدحورة. مهزومة مدحورة. طب مهزومة وفهمناها، إيه مدحورة؟ خرجت هذه الجيوش الإمبريالية تجر أزيال الخيبة، ولم يبقى هنا غير العلماء والمفكرين مأخوذين مشدوهين بهذه الحضارة، فقعدوا هنا عشان يأسسوا علم مفيش زيه في الدنيا غير بتاعك انت، الإيجيبتولوجي، علم المصريات. ده على سبيل المثال للحصر. الدنيا بالنسبة لك صغيرة والعالم شايفك كبير، خليك كبير على قد البلد اللي انت منتمي ليه، وما تسيبش نفسك لشوية خرفان. ما تنساش ان انت اللي سميتهم خرفان. في حد يمشي ورا الخرفان؟ وبطلوا هري بقى. مصر خرجت من القايمة السوداء اللي كانت محطوطة فيها طبقا لمنظمة العمل الدولية. ليه؟ عشان مناخ العمل الآمن. عندك قوانين عمل جيدة، أو على الأقل بتتطور. معانا على التليفون سيادة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. أهلا بيك يا فندم. أهلا أهلا يوسف، إزاي حضرتك؟ إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام، تحياتي لحضرتك. تحياتنا ليك يا فندم. فريق العمل مع سيادتك وجميع مشاهدي التلفزيون المصري. الله يخليك يا سيادة النائب، معلش طولت على حضرتك، بس مهم ان حضرتك برضه تشرح لنا قصة القايمة السوداء. انا كنت عامل اصلي مقارنة بسيطة جدا جدا ما بين قوانين العمل في مصر وقوانين العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، فاحنا ثلاث ارباعنا لو راح اشتغل في أمريكا هيروح بكرة. لا لا لا، احنا المصريين، انت لسه بتقول ارفع راسك انت مصري. ما انا بقول عشان كده ان احنا عندنا قوانين عمل أقيم بكتير وأقوى بكتير من اللي موجودة في أمريكا. فعلا، بس انا يعني حابب الاول يعني عشان الساده المشاهدين يبقوا عايشين معانا في اللي حضرتك بتقوله. اتفضل يا فندم. منظمه العمل الدوليه ديت وهي احد مؤسسات تبع الامم المتحده. ايوه. تعقد مؤتمر سنوي، مؤتمر العمل الدولي.
بيمثل فيها 186 دولة عضوة فيها على مستوى العالم. واخد بال حضرتك؟ المؤتمر ده بينعقد لمناقشة قضايا العمال ومدى تطبيق البلدان العضوة داخل المنظمة بمعايير العمل والاتفاقات الدولية. حلو. في لجنة داخل المنظمة دي أهم وأبرز لجنة، لجنة المعايير. حلو. لجنة المعايير دي بتدرس، بتكون برضو من مين؟ من مجموعة من أعضاء منظمة العمل الدولية في مجلس إدارتها وجميع خبراء ومستشاري على أنحاء العالم، وبتتعامل بحيادية مع الملفات اللي موجودة قدامها بالنسبة لكل بلد على مستوى العالم. جميل. إحنا خروجنا الناس دي لما خرجتنا ما بتجاملش حد. شايفة واقع فعلي داخل مصر ومنظومة عمل بتتم مشاركة فيها جميع المؤسسات الوطنية داخل مصر علشان توفر مناخ زي ما حضرتك قلت، مناخ عمل مناسب وملائم. عشان تبعت رسالة للمستثمر الوطني والأجنبي إن سوق العمل اللي موجود في مصر سوق آمن، والعامل المصري صاحب المهارة ملتزم، وإن مصر بتنفذ ما جاء بجميع الاتفاقات الدولية اللي عقدتها. مصر عقدت حوالي 67 اتفاقية دولية. حلو. الاتفاقيات الدولية دي جاءت التشريعات المصرية اللي حضرتك بتقول عليها بتتوافق مع هذه الاتفاقات الدولية. آخرها إحنا عندنا قانون العمل اللي تم الانتهاء مناقشته في مجلس الشيوخ، والآن موجود في مجلس النواب، وإن شاء الله هيناقش في مجلس النواب خلال الفترة الجاية دي. وفي جميع أي قصور كان موجود في قانون العمل السابق تم تدارقه في قانون العمل الحالي. كويس قوي. دي حاجة. الحاجة الثانية، إحنا سيادة الرئيس كان أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حط من ضمن محاورها وتحدياتها العمل والتنظيم العمالي. دي حاجة. الخطاب اللي ألقاه سيادة الرئيس في فبراير الماضي الموجه إلى منظمة العمل الدولية بمناسبة المنتدى العالمي للتعافي من كورونا، اللي شافه العالم كله، بيوري قد إيه إحنا القيادة السياسية والحكومة المصرية مهتمية بالعمل المصري والظروف وبيئة العمل اللي بيشتغل فيها، وإزاي تحقق له أمان وظيفي بيحفظ له حقوقه كعامل وبيحفظ لصاحب العمل حقوقه برضه. فضلا عن إحنا عندنا ملف العمالة غير المنتظمة برضه، ده حاليا موجود في على مائدة مناقشة الحوار الوطني عشان ندمج الناس بتاعة العمالة غير المنتظمة ديت إلى سوق العمل الرسمي إن شاء الله. بالإضافة إن برضو إن في فترة جائحة كورونا شفنا إن كانت توجهات القادة السياسية إزاي للحكومة بإن الناس دي لابد من مساعدتها لما تضرروا من هذه الجائحة اللي راحت العالم كله. حصل. الحاجة الأخيرة، احنا عندنا الدور انتخابات نقابية عمالية. مظبوط. هذه المرحلة. وانتهينا من المرحلة الأولى منها. احنا متشافين يا أستاذ يوسف سواء من منظمات مجتمع مدني داخل مصر أو خارج مصر، ومنظمة العمل الدولية اللي بتاخد مؤتمرها دلوقتي، شايفة قد إيه الانتخابات النقابية العمالية في مصر بتدور بشفافية ونزاهة، وقد إيه وزارة القوى العاملة بتدير هذا الملف بحيادية كاملة ولا تتدخل، احتراما لمبدا الحريات النقابيه اللي هي مصر وقعت عليه وتم ادراجه ضمن مشروع قانون 213/2017 لحق التنظيم الايه؟ النقابي. لو في حاجه في هذه الانتخابات النقابيه ما كانش لجنه المعايير قدرت تخرج مصر. احنا موجودين المرحله الاولى خلصت امبارح مش كده؟ تيجي النهارده الناس دي تخرجنا من هذه القائمه، تأكد ان احنا عندنا انتخابات نقابيه نزيهه، عندنا تشريعات عماليه على اعلى مستوى بتحافظ على حقوق الطرفين العامل وصاحب العمل، واحنا دلوقتي موجود عندنا هناك وفد مصري مشكل من الثلاثيه اصحاب الاعمال والعمال والممثلين على الحكومات. طب عظيم جدا. هي المرحله الاولى في الانتخابات خلصت امبارح مش كده؟ المرحله الاولى في الانتخابات لا، ده خلصت يوم 20 النهارده كام؟ احنا النهارده نتيجه انتخابات المرحله الثانيه للمستوى المنظمات النقابيه اللي هي الادنى المستوى الادنى. عظيم. طيب انا بشكرك جدا سياده النائب، واتمنى ان احنا نتقابل هنا بقى في البرنامج مش في المجلس قريب، نحاول نتكلم شويه على منظومه قوانين العمل في مصر وانتم اهل لها، فمهم جدا ان احنا نقابل حضرتك ونتشرف بوجودك معانا في البرنامج. شرف لينا يا فندم، ونتمنى ان احنا نكون يعني ردينا بما فيه الكفايه
عشان يعرف بس عمالنا واهالينا في مصر ان قد ايه الجهد المبذول اللي بتبذله الحكومه داخل الدوله علشان منظمه دوليه بتدير الملف العمالي على مستوى العالم كله تشيد بينا ان احنا عندنا بيئه عمل مناسبه ومتاحه لاي مستثمر اجنبي يجي يستثمر فلوسه. على فكره راس المال البشري ده تلت عناصر الانتاج. لو عندنا راس مال ماده خام العنصر البشري تلت عناصر الانتاج لاي مستثمر وطني او اجنبي. عظيم جدا. عموما احنا لما هنقعد هبقى محتاج اكتر برضو ان انا افهم منظومة الشكاوى تدار ازاي، انظلم عامل بيتحرك ازاي، وفي اطار انهي تشريعات، وازاي يقدر يرجع بعد كده للنقابة او للاتحاد بتاعه وما الى ذلك. يعني عندي مجموعة كده من المحاور في ذهني محتاجين ان احنا نتكلم فيها. اشكرك مرة تانية سيادة النائب، كل الشكر ليك سيادة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري. طيب تعال نروح للنشاط الدبلوماسي البرلماني، خد بالك عشان ده مهم جدا. تعرف الدبلوماسية في دول كثيرة من العالم بيبقى لها أكثر من ذراع، في الدبلوماسية الرسمية للدولة ممثلة في وزارة الخارجية، وفي عندنا الدبلوماسية العليا للدولة ودي بقى ممثلة دائما في شخص وصفة رئيس الجمهورية زي حالتنا، وفي الدبلوماسية البرلمانية ودي اللي بيقوم بيها النواب في من آن إلى آخر في إطار برضو مساحة معينة للتحرك. يعني النائب البرلماني عندما يمارس الدبلوماسية البرلمانية دي فبتبقى ليها مساحات محددة، مش في أي مساحة يتحرك وكأنه مثلا سفير أو نائبا عن وزير الخارجية أو ممثلا عن الرئاسة. يعني كل حاجة وبيبقى لها إطارها علشان محدش بس يفهم الكلام إيه بمحمل آخر. طيب الدبلوماسية البرلمانية المصرية بتشتغل الحقيقة في كافة المحافل الدولية والإقليمية، ومن هنا بتلاقي مجلس النواب المصري بينظم وبتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وبرعاية رئيس جمهورية مصر العربية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري. إيه بقى أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب؟ شيء عالمي للبرلمانيين الشباب. طيب ده هيتعمل إن شاء الله في شرم الشيخ من يوم 15 ل 16 يونيو يعني الجاري أو يعني النهارده 31 بكرة بإذن الله، يعني اليونيو اللي هيبدأ بكرة ده، بحضور شخصيات إقليمية ودولية رفيعة المستوى. من المقرر أنه هذا البرلمان يتبنى في نسخته الثامنة قضية تغير المناخ، واللي حرص مجلس النواب المصري الحقيقة على إدراجها كقضية عالمية في الوقت اللي بتستعد فيه الدولة المصرية زي ما انتم حضراتكم عارفين لاستضافة الدورة رقم 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كوب 27 أو كوب 27. دي هتعقد بإذن الله في نوفمبر القادم برضو في شرم الشيخ، أظن هيبقى من يوم 7 ليوم 18 نوفمبر 2022. وبهذا تبقى المرة الأولى عالميا اللي بتنظم فيها نفس ذات الدولة، خد بالك، إيه بقى؟ دورة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، كويس، ومؤتمر برلماني منفصل حول نفس ذات القضية في نفس ذات العام، بل في نفس ذات المدينة داخل نفس ذات الدولة. ده معناه يا سادة كرام، هو معناه إنه رؤية الدولة المصرية لمسألة أو مشكلة التغيرات المناخية هي إنها على أجندة الأولويات بل على رأس الأولويات. هزيدك في الحتة دي من الشعر بيت بعيدا عن الكلام الكبير بقى. بص، خد بالك من الورقة الاقتصادية أو العرض الاقتصادي أو عرض الخطة الاقتصادية بتاعة الحكومة واللي تفضل بعرضها الدكتور مصطفى مدبولي من حوالي أسبوع أو 10 أيام، أظن أسبوعين دلوقتي كمان. دكتور مصطفى مدبولي اتكلم على حاجة مهمة جدا تفهمك قد إيه الدولة مهتمة بمسألة التغيرات المناخية وبتسعى بمنتهى السرعة لأنها تكون واحدة من الدول الفاعلة في ذلك. إزاي؟ قال إنه مصر هتصدر 3 رخص ذهبية. دي بتبقى رخصة بتؤخذ من أول مرة، يعني بتقدم ملفك المتكامل لمجلس الوزراء مباشرة، اتوافق عليه، خدت رخصتك وأسست. أسست إيه؟
يا إما مصنع للهيدروجين الأخضر ودي الرخصة الأولى، أو مصنع للسيارات والمركبات الكهربائية دي الرخصة الثانية، أو مصنع أو استثمارات في مجال الطاقة المتجددة ودي الرخصة الثالثة. حلو. طيب مش بس كده، ارجع بقى على التصريحات بتاعت أول امبارح كويس في ديفوس. المستشار الألماني اتكلم على الاتفاق المصري الألماني ما بين مصر وشركة زيمنز علشان يتعمل القطار الكهربائي، وقال كده نصا: مصر تتحول إلى الدولة الرائدة والأولى في قارة إفريقيا في إيه؟ في مسألة إعداد الدولة بالكامل للتخلي عن الاقتصاد الملوث للبيئة. وطبعا هو استشهد بـ 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 بمقطع من رواية ألمانية تتحدث عن القطار الذي يصدر السحب الدخانية السوداء إلى آخره، وقال بعد كده هيجي أديب مصري ويكتب نفس الكتابة ولكنه لن يتحدث عن قطارا يصدر الدخان، لأن مصر بتعمل هذا القطار اللي يصبح صديق للبيئة نظرا لاستخدام الطاقة النظيفة الطاقة الكهربائية دون أي انبعاثات كربونية، وأن مصر بتشتغل بمنتهى القوة في هذا الملف. يبقى مصر هنا مش مجرد دولة تستضيف مؤتمر دولي كبير، مصر بدأت تشتغل. مصر بالمناسبة بدأت تشتغل على ده من قبل استضافتها لقمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، يعني من قبل ما يتم الإعلان ده مصر قاعدة شغالة على خطة القطر الكهرباء، وقاعدة شغالة على حقل بنبال لو تتذكروا في أسوان، مصر قاعدة شغالة على حقول طاقة الرياح، مصر قاعدة شغالة على المسألة بتاعة استخدام الطاقة الشمسية أيضا في الشمال، المزيد من ضخ الطاقة الكهربائية في كل مكان، استبدالات للطاقات الأحفورية كثيرة التلوث بطاقات أقل، يعني بدلا من منتجات النفط فنذهب للغاز وبعدين نذهب للكهرباء. مصر بدأت تعمل بنية أساسية حتى أنه العربيات الكهرباء لما تتصنع هنا في مصر أو لا قدر الله نستوردها، هتقولي ليه لا قدر الله؟ أقول لك أنا من الناس اللي تحب أن احنا إن شاء الله نصنع هنا عربيات لكل الفئات. أمل حياتي، أمل حياتي أن أنا بص أصلا عندي داء غريب جدا، أول ما بيجي لي هوس بشيء تلاقيني قاعد عليه دودة قراية. أنا أحب القراية يعني، بس أول ما بقى في دماغي فكرة ما بسيبهاش. فأنا بقالي أكتر من سنة عمال أقرأ على تصنيع العربيات الكهرباء، مش العربيات الكهرباء بقى، فأقرأ على الماركات تصنيع العربيات الكهرباء وبتتصنع ازاي. ده مش معناه ان انا خبير في حاجه، انا قاعد عمال بحاول افهم جدواها وجدواها الاقتصاديه والدول تحتاج ايه عشان تعمل ده وحاجات زي كده. وبعدين لما جه المؤتمر بتاع الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر الصحفي، فلما سمعت موضوع الرخص الذهبيه ده فعجبني جدا، فقعدت اقرا في حكايه ولو مصر صنعت. وبعدين بدات اتابع الاخبار اللي حاصله وشفت المشروعات اللي بتتعمل دلوقتي على تصنيع موتوسيكلات ومركبات خفيفه كهربائية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، حاجات زي كده. ده بدأت أكلم أصدقاء لي أنا، يعني تقدر تسميهم يقولوا إيه مستثمرين أجانب، يعني بكلمك بجد والله العظيم أصدقاء، يعني أصدقاء حقيقيين بدأت أكلمهم: يا جماعة أنتم مش عاوزين تيجوا تستثمروا في تصنيع السيارات الكهربائية في مصر؟ خلاص الموضوع بالنسبة لي اللي هو بقى إيه، بقيت معتبر أن المصنع ده أنا. طبعا دي بتبقى استثمارات بمئات الملايين يعني، فانا طبعا انا لو عندي مليون دولار ما يعني ما مش هبقى طايق نفسي، يعني هبطل فول وطعميه خالص، ما انا احب الفول والطعميه قوي يعني. فطبعا دي استثمارات بقى بمئات الملايين، والله العظيم انا ما بهزر. بدات اكلم اصحاب ليا في كذا، وانت شفت المؤتمر بتاع الدكتور مصطفى مدبولي وفي الرخصه الذهبيه وفي مش عارف ايه، وممكن تعملوا شراكه مع كذا وتعملوا شراكه مش عارف مع مين، والرجل الاعمال الفلاني بيصنع كذا ورجل اعلان الاعمال التاني بيعمل كذا، وممكن تخشوا على طول مثلا تعملوا المصنع بتاعكم من بدايته لاخره ودراسه الجدوى، ممكن هساعدكم ان انا هكلم لكم اصدقاء ليا في شركه كذا اللي بتعمل دراسات الجدوى وشركات كذا اللي بتعمل التقييم، وهتعملوا IPO تنزلوا البورصه. انا بكلمك بجد والله 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 انا عملت كده فعلا. أنا كمواطن، إحنا لو عملنا كده في مصر أنت مش متصور، مش متصور حجم العائد اللي هيجيلك إيه. أنت هتبقى بتصنع للاحتياج المحلي، وهتبقى بتصنع علشان خاطر تصدر لإخواتنا في إفريقيا، وبتصنع عشان تصدر لإخواتنا في المنطقة العربية، ووارد إنه المنتج بتاعك
يبقى بمعدلات جودة ويتوافق باشتراطات الأمن والسلامة الأوروبية، وتلاقي نفسك بتقدر تعمل منتج ينافس بعض من المنتجات الأوروبية على الأقل من حيث السعر وعلى نفس ذات الجودة ومعاملات الأمن والسلام. الأمن والسلام وارد، لكن الأكيد هتكفي نفسك وهتصدر لإفريقيا والمنطقة العربية. هيعدي عليك أنت الفلوس دي، أنا وأنت، مش أنت لوحدك يعني ولا أنا لوحدي، أنا وأنت. يعني نتنغنغ بجد لما يبقى في بدل المصنع 4 و5. وبالمناسبة نقدر، البنية الأساسية والمناخ الاستثماري اللي موجود في مصر ده نقدر 4 5 6 مصانع عادي، ده لو ما كانش أكتر. عموما هاخدكم على تقرير، بعدين نبقى نقعد ننقنق بقى شوية على موضوع بقى العربيات الكهرباء وموضوع الهري ده، يا أخي وقف لي في زوري والله العظيم. تقرير على مراحل تصنيع الكتان، أي حاجة تصنيع تلاقيني معاها على طول. دي في قرية اسمها شبر ملس. شبر ملس فين؟ في الغربية. دي القرية الأشهر بصناعة الكتان في الشرق الأوسط يا مولانا. الكتان اللي حضرتك بتستخدم زيته وانت بتفطر فول الصبح، شوية فول بالزيت الحارة مع الطحينة تطلع من السمسم، حدوتة تانية يعني. الكتان يستخدم في التغسيل، الكتان ده حدوتة، الكتان ده صيدلية ودواء، الكتان ده صناعة، الكتان ده أحبال تسلق الجبال اللي ممكن تصدرها للدنيا. الكتان طبعا يستخدم في صناعة ملابس غالية من النوع اللي هو. تقرير على شبرا ملس، قلعة صناعة الكتان بالشرق الأوسط، وبعدين فاصل ونكمل الكلام. احنا دلوقتي بنيجي في بداية الموسم وبنزرع الأرض، برضو بنحرث الأرض وبندور لها البذر بتاعها وبنتماشى بقى مع الكتان من هو سن يوم لحد سن ما يخلص، وبنبعت نجيب بقى العربيات تشيله او الجرارات او كده او كده. وبنيجي هنا بقى بندرس الكتان الاول، وبعد ما نخلص دريس نقوم جايين عاطنينه في المبلات في المعاطن يعني. فالمعاطن ديت يعني ايه؟ المعطنه بتقعد 10 ايام او 15 يوم. العاطن ده هو ده اللي بايه بيظبط الكتان بقى، هو ده اللي يخليه يطلع كتان. انما هو كده قش، هو كده طول ما هو اصفر كده قش. فالعاطن ده بيصبغه يعني صبغه الهي، يعني بنحطه بيبقى اصفر يطلع زي ما انتم شايفين بهذا اللون كده. فطبعا بيجي ايه بياخد 10 ايام او 12 يوم ونقوم مطلعينه في المفارش بهذا الوضع عشان ينشف، يقعد 10 ايام برضه او 15 يوم مش اكتر من 10 ايام يعني. وبعد كده بنرجع نشده ونطلع نوديه فين؟ التروبيل. دي بيعتبر اخر مرحله، متوديته التروبيل ديت تعتبر اخر مرحله للكتان. بيبدا الزراعه بتاعته من كام؟ من اول 10 لحد 20 11. تبقى في اراضي متاخره شويه، في اراضي بدري شويه. يتحصد امتى؟ في شهر 4. هو عايز جو مناسب وارض مناسبه، يعني مش اي ارض برضه، لازم تكون ارض جديده وارض قويه وارض يعني نظيفه، لان هو برضه الكتان يعني مش اي زرعه يعني. انا زرعه جامده برضه، زرعه جديده، عايز ارض جديده مش اي ارض انت تزرعي فيها وكده. بالنسبه لزراعه الكتان اللي بتقف في القريه عندنا على مستوى الجمهوريه بحالها، ما فيش الا احنا اللي بنزرع كتان وبنصنعه كمنتج اساسي قابل للتصدير. وطبعا هناك بره يعني اعاده تدوير ونسيج والكلام دوت. بالنسبه للانتاج القريه عندنا هنا بتبقى حوالي من 30 قابله لغايه 40 الف فدان على مستوى الجمهوريه في المحافظات الشرقيه والدقهليه والبحيره وكفر الشيخ. طبعا من بعد الزراعه طبعا، وده دي مرحله خلاص تخطيناها، انما دلوقتي الوضع الحالي اللي موجود ده تجميع الكتان في المصانع وفي اماكن التشوين الخاصه بكل مصنع. اول منتج من الكتان زي ما قلت لحضرتك اللي هي البذر. البذر دوت اللي هو بينتقي منه لتاني سنه حسب جوده يعني ايه الجيل بتاع البذرية نفسها. قبل ان انا ازرعها سنه واتنين تمام، اخرها معايا 3 سنين، وبعد كده انا ببيعها للعصير.
ده بالنسبه لمرحله البذر. بيطلع حاجه اسمها قيشه، القيشه ديت برضو بتخش ايه علف للمواشي، والمزارع المواشي الكبيره بتاخدها مننا. البذره نفسها بتخش عصر بتتعمل منه اللي هو الزيت الحار، كلام سليم، اللي هو طبعا بتاع المطاعم والحاجات دي. وبرضه بخش مرحله زيت البويه زمان، غليات وحاجات من ديت، برضه بيبقى ايه ده مرحله ثانيه خلاف موضوع الاكل. بطلع طن او 2 طن، طبعا ده كان رقم قليل بالنسبه للعماله وبالنسبه ايه للمطلوب مني ايه تصدير بره. المكن وفر علينا حاجات كتير جدا، بمعنى اصبح دلوقتي بطلع لي مثلا 6 طن 5 طن ونص عن طريق ورديتين. انا بشتغل ورديتين، ورديه مثلا 8 ساعات والثانيه بتستلم منها 8 ساعات اللي بعد منها. اهلا 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 وسهلا بحضراتكم مره تانية بعد هذا الفاصل وبعد حديث طويل. يوسف قاعد اتكلم فيه كتير قوي. المهم يعني تعالوا نروح على حاجه مهمه جدا، الا وهي المؤتمر والمعرض الطبي الافريقي الاول تحت عنوان افريكا هيلث او صحه افريقيا. كويس. طبعا هذا المؤتمر بيعقد تحت رعايه وحضور فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوم 7/6 بإذن الله سبحانه وتعالى، من يوم 5 إلى يوم 7/6 على مدار يومين، من يوم 5 ليوم 7/6. معانا على التليفون دكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق. أهلا 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 بحضرتك يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ يوسف. منورنا يا دكتور، والله الواحد يسعد جدا دايما بسماع صوتك ويتمنى لقائك دايما يا دكتور. ربنا يخليك، أنا اللي بشرف بحضرتك يا أستاذ. لا يا فندم، شرف لينا. دكتور يعني كيف ترى هذا المؤتمر؟ إيه هي أهداف هذا المؤتمر يا دكتور عادل؟ اولا حضرتك زي ما تفضلت حضرتك وقلت هذا المؤتمر هو مؤتمر طبي كبير ومعرض طبي، يعني لم يسبق مؤتمر ومعرض طبي بهذا الحجم او هذا الحدث في القاره الافريقيه. وكان طبعا حضرتك تعلم ان مصر تبوأت رئاسه الاتحاد الافريقي في عام 2019. مظبوط. وفخامه الرئيس كان وجه بتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية في كافة المجالات. تعلم حضرتك أن قطاع الرعاية الصحية طبعا من القطاعات المهضومة، مهضوم حقها إلى حد كبير في القارة الإفريقية. وطبعا الجائحة اللي حدثت على مدار العامين الماضيين أثرت تأثيرات سلبية كثيرة جدا في قطاعات الرعاية الصحية في العالم كله وليس في القارة الإفريقية في حالها. صحيح. فكان يعني من ضمن أجندة التعاون المصري الإفريقي أن يكون قطاع الرعاية الصحية في بؤرة الاهتمام. طبعا كانت الأنشطة متوقفة على مدار العامين الماضيين، فكان التنسيق أن يعقد هذا المؤتمر والمعرض الطبي هذا العام إن شاء الله من 5 إلى 7 يوليو. اللي عايز أقول لحضرتك يعني الهدف الانتماء مصر الإفريقي ثابت وراسخ عبر الزمن. مش هقول إن إحنا بنشترك مع أشقائنا الأفارقة في الظروف الجغرافية أو الديموغرافية التاريخية أو الأشياء التقليدية، ولكن أمامنا تحديات كبيرة وأمامنا مستقبل كبير نتطلع إليه في القارة الإفريقية. ومن ضمن المشاكل الأساسية اللي بيعاني منها المواطن الإفريقي هي مشاكل نظم الرعاية الصحية. فكان هذه الفكرة إن احنا نقعد مع بعض ونتشارك مصر مع أشقائنا الأفارقة لتحديد حجم المشكلات والنظر إليها بنظرة موحدة، وأن نتشارك في الرأي وفي الرؤى بصورة عامة حتى نستطيع أن نحل مشاكلنا بأنفسنا. وهو ده المستقبل، يعني أن لما توقفت سلاسل الإمداد والتجارة العالمية واعتمد الكل على دمية التطعيمات، وتعلم حضرتك كم المعاناة اللي كثير من البلدان عانتها للحصول على حصتها من التطعيمات في الجائحة الماضية. صحيح. كان لزاما علينا أن نضع خارطة طريق المستقبل، تعاون مستقبلي بين مصر وأشقائها في القارة الإفريقية فيما يخص مجال الرعاية الصحية. أمامنا الكثير اللي كان نقدمه وأمامنا الكثير اللي كان نتشارك فيه. طيب. المعرض فيه زي ما قلت لحضرتك كافة الشركات العالمية المسؤولة عن التجهيزات الطبية والتكنولوجيا الطبية، بتنظمه هيئة الشراء الموحد طبعا والتكنولوجيا الطبية، كافة شركات القطاع الدوائي العالمي والمصري مشتركة أيضا في هذا المعرض، لأن أمامنا نظرة مهمة مستقبلية في القطاع الدوائي. تعلم التحديات القطاع الدوائي طبعا
كثيرة ليست فقط في وجود الأدوية الأساسية، ولكن قوائم طويلة من أدوية بيولوجية وأدوية علاج أورام وأدوية موجهة، والعالم كله بيتغير في الخريطة الدوائية العالمية، فلابد أن يكون لدينا رؤية في هذا، لابد أن يكون لدينا خطة للبحث العلمي الإفريقي ومراكز بحثية متطورة. زي ما بقول لحضرتك، احنا بنعرض خبرات، والمؤتمر فيه كافة التخصصات الطبية على الجانب الآخر غير المعرض. المؤتمر فيه كل التخصصات الطبية بتشارك فيها الجمعية الطبية المصرية بتخصصاتها المختلفة بأساتذة مصريين وعلماء أفارقة وعلماء أجانب أيضا، في أوراق بحثية وحلقات نقاش وموائد مستديرة لحل مشاكل بعينها في القطاع الرعاية الصحية. لدينا مثلا مشكلة في صحة الأم والطفل، لدينا مشكلة في الطب الوقائي والصحة العامة بصورة عامة، أوبئة، انتشار أوبئة، ولدينا أيضا مشكلات وتحديات في الأمراض اللي هي بنقول عليها الأمراض الغير السارية. يمكن العالم كله يعني قعد سنوات عديدة بيتحدث عن الأمراض الغير سارية زي أمراض الضغط والسكر والأورام، ونسي لفترة أو لحقبة زمنية الأمراض السارية أو الأمراض المعدية، ثم عدنا إلى المربع صفر بعد انتشار جائحة كورونا. طب واضح دكتور، أنا آسف على المقاطعة، بس واضح جدا أنه هناك اهتمام يعني بالغ من جانب رئيس الجمهورية بهذا المؤتمر، فهو ليس مؤتمرا فقط تحت رعاية الرئيس وإنما بحضوره، فإلى أي مدى قد يسهم هذا المؤتمر في إحداث تغيير إيجابي في مسألة الرعاية الصحية في إفريقيا؟ هو زي ما تفضلت حضرتك وقلت، هو ليس مؤتمر فقط برعاية فخامة الرئيس، ولكن فخامة الرئيس مهتم جدا بهذا القطاع اللي هو قطاع الرعاية الصحية في مصر. عارف ان مصر شهدت طفره، يعني بنحاول ان احنا ننقلها ايضا لزملاء لاشقائنا في القاره الافريقيه اللي هي القضاء على فيروس سي، او يعني المبادرات اللي هي مبادره 100 مليون صحه وغيرها من المبادرات. بنحب ننقل الخبرات دي للقاره الافريقيه. ايضا لدينا رؤيه ان يبدا العمل في الاتفاقات التي ستتم في هذا المعرض المؤتمر من اليوم الاول بعد انتهائه فيما يخص قطاع الدوائي زي ما حضرتك ما ذكرت وقلت. لدينا يعني رؤية كبيرة جدا في القطاع الدوائي في توكيد سلاسل إمداد دوائي في القارة، توحيد أو توصيات بتوحيد إجراءات التسجيل والتسعير للأدوية عبر القارة الإفريقية، أيضا توفير الأدوية البيولوجية والأدوية أدوية الأورام مرتفعة التكلفة، أن يكون هناك الوكالة الإفريقية للدواء مقرها مصر بإذن الله تعالى، أن يكون هناك جدول محدد بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية لعقد قوافل مستمرة لمجموعة كبيرة من البلدان الإفريقية، يقام على هامش هذه القوافل معارض دوائية مصرية مستمرة. لدينا أيضا مبادرة للقضاء على روماتيزم القلب في الأطفال في القارة الإفريقية، تعلم أنه حضرتك اختفى في الغرب ولكن مازال موجود في القارة الإفريقية، فهناك تنسيق على أعلى مستوى أن يكون هناك تعاون مستمر على مدار العام بين مصر وأشقائها في القارة الإفريقية. طيب. يمكن الغريب أو الجديد يا أستاذ يوسف أن احنا بننظر إلى هذا المؤتمر بمنظور الشراكة الحقيقية وليس بمنظور أن احنا نمنح أو القارة الإفريقية تحتاج. لدينا كلنا في القارة الإفريقية لنا نفس الظروف ولنا الكثير من الاحتياجات، لابد أن نتشارك ونتعاون حتى نحل مشاكلنا من داخل القارة الإفريقية. هو ده المستهدف من هذا، وهذه رؤية السيد الرئيس في هذا المضمون بإذن الله تعالى. طيب دكتور عادل، يمكن أنا يعني من لقاء سابق من كذا سنة عارف أنه حضرتك مهتم بأمور شديدة الوضوح وأعتقد أنها شديدة الأهمية فيما يتعلق مش بس بقطاع الرعاية الصحية ولا حتى بمجرد تطوير صناعة الدواء في مصر، وإنما بالبحث العلمي المتعلق باختراع وابتكار دواء في مصر. أنا متذكر أن اتكلمنا في ده يمكن من كذا سنة. هل هذا المؤتمر بشكل أو بآخر وممكن في دوراته المتعاقبة يسهم في مسألة مش بس دعم صناعة الدواء، لا
ان انا يبقى في عندي ابحاث حقيقيه لاختراع وابتكار ادويه وعقاقير جديده، ان انا ابقى بدعم اكتر مساله البحث العلمي الصيدلاني والكيميائي والبيولوجي لانتاج ادويه مختلفه زي ما حضرتك ذكرت حتى هناك الادويه البيولوجيه وما الى ذلك. هل هذا المؤتمر سوف يساهم في ذلك؟ حضرتك أصبت هدف مهم جدا لهذا المؤتمر فعلا حقيقي أستاذ يوسف، إن البحث العلمي في مجال الصحة من الأشياء الأساسية اللي على أساسها بنستطيع أن نجد حلول غير تقليدية لأمور قد تكون مستعصية. إحنا في مصر أجازنا قانون الأبحاث السريرية تماما، أجيز من البرلمان المصري وانتهت اللائحة التنفيذية وأصبح قابل للتنفيذ. نحن بصدد أن يكون هناك في هذا المؤتمر جلسات مخصصة لإنشاء مراكز بحثية متطورة على مستوى القارة الإفريقية تشترك فيها مصر مع أشقائنا الأفارقة من أجل هذا البحث أو هذه المراكز البحثية، من أجل إيجاد عقاقير دوائية جديدة تناسب طبيعة الأمراض الموجودة في القارة الإفريقية. هو ده البحث والتطوير. أنا مر بسلسلة البحث من المراحل الأولى والثانية والثالثة حتى نستطيع أن نصل إلى المراحل النهائية في ابتكار عقاقير دوائيه جديده. ده شيء مهم جدا 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 على مستوى القاره ان احنا نتعاون فيه باذن الله. يعني انا هستاذن حتى انا مش عايز اتقل في سؤال كمان، هو انه شركه من الشركات الكبرى استطاعت ان تحقق ارباح زادت عن 22 مليار دولار بسبب دواء واحد حبايه لعلاج امر ما بصرف النظر يعني، لكن 22 مليار دولار على دواء واحد طبعاً. فهي طبعاً بقى المسألة في كده ومجال الابتكارات. حضرتك احنا بنستضيف في هذا المؤتمر بنكرم عالم أمريكي هو ريمون شينازي جاي هيزورنا في هذا المؤتمر. العالم ده لو تذكر حضرتك هو اللي اكتشف دواء السوفالدي اللي عالج مرضى فيروس، وده كان تجربة يعني عايز أقول تاريخية طبعاً. وفعلا الشركة التي يملكها هذا العالم تحولت بين يعني في أيام غضون أيام بسيطة إلى شركة بمليارات الدولارات. طبعا مما لا شك أن القطاع الدوائي من القطاعات الجاذبة جدا في مجالات الاستثمارات، لكن الأهم من هذا نحن نستطيع أن نوجد حلول خاصة بأنفسنا ولأنفسنا. صح هو ده. على كل احنا تمنياتنا بالتأكيد ان المؤتمر ينجح جدا بل ويحقق كافة اهدافه، وامنيتي الاخرى هي انه نستضيف دكتور عادل العدوي اول ما وقته يسمح ونتكلم اكتر على مسألة تطوير الابحاث او تطوير لو صح التعبير صناعة الوان بليون دولار اندستري، ازاي يبقى في عندي بحث علمي يدعم صناعة الدواء من باب الاختراع والابتكار وليس فقط مجرد خطوط للتصنيع. أنا بشكرك مرة تانية يا دكتور، كل الشكر لحضرتك، كل الشكر لدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق. خلونا نروح لجامعة المنصورة. جامعة المنصورة يا سادة يا كرام استجابت لحالة الطفل فارس. فارس كان بيعاني من الصلع وتوقف بسبب هذه أو هذا الأمر للذهاب للمدرسة للأسف الشديد بسبب التنمر. شيء مؤسف حكاية التنمر ده، يعني فعلا أنا بشوفه مش بس أنه يعني الطفل المتنمر مش هو المشكلة، هو أبوه أمه هم المشكلة لأن هم اللي وصلوه لكده، وأظن ده محتاج مننا أكيد يعني كلام كتير. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور الشعراوي كمال مدير مستشفيات جامعة المنصورة. أهلا بيك يا دكتور. ألو ألو، طب احنا معانا فارس كمان يا فارس. أيوة باشا. لا والد فارس بنفسه. الله يخليك. ازاي عامل ايه حسين؟ ازيك يا حاج سعيد عامل ايه؟ الله يسلمك يا دكتور. كله سلمك. تمام. طمنا على فارس كده. يعني الحمد لله هو دماغه زي ما هي. وكل حاجه دماغه زي ما هي. وطبعا انا غلبت دكاتره خالص معايا هنا في المحله. ومن سنه ثانيه ابتدائي، من سنه ثانيه ابتدائي لحد دلوقتي بقى لي 7 سنين 8 سنين بجري بقى عند الدكاتره. ورحت لبردك في طنطا ورحت للدمنهور بردك ومفيش فايده، وشعره كل مدى بقى اقرع خالص، مفيش شعر خالص. واني طبعا كنت بردك مع الاستاذه بردك امان المعداوي بردك
في المحل هنا، وغلبت رحت لدكاترة المحل هنا كلهم. بردك بردك ما حدش عمل لي حاجه، وكل اللي يكتب لي علاج ب 500 ب 600 ب 800 ما عملتش مع ابني يعني. ايوه انا عارف انا عارف، وانا شغال بردك على دراعي وشغال كده، والحمد لله اللي انا بجري عليهم وبصرف انت عليهم. انت شغال ايه يا عم سعيد؟ قول لي. نعم شغال ايه؟ قول لي. انا كنت شغال سواق، بس انا مريض بصدري. انا مريض، عندي ربو شعبي مزمن. شغال على الزائي وانا على المعاش. على المعاش. طيب، ويعني وعايش منين يا عم سعيد؟ عايش بطلع مثلا ناس زمايلي يقولوا تعالى اطلع الورديه ديت، تعالى وصلنا مصر، تعالى وصلنا اسكندريه، مشوار كده يعني، مع الناس اللي هم زمايلي اصحابي بيعوزوني، ما بيعوزوني معاهم، اطلع مثلا اوصلهم اسكندريه وارد تاني المحله. بنسعى على رزقنا وعلى حسب ما ربنا يبعت. لا الحمد لله. الحمد لله. طب قول لي، طمني، انت حالة صدرك ايه؟ بتاخد الدواء ولا لا؟ باخد نوفلين والكلكوزون بردك لصدري، والحقن اللي هي الديسكه، والبخاخات. ربنا يديك الصحه. طيب الحمد لله يعني. كنت طبعا معايا روجيتات كتير من مستشفى المصحه المحله الكبرى، معايا روجيتات كتير ومعايا جوابات كتير من مستشفى المصحه. لا ما انا مش عايزك تقلق، هو عموما جامعه المنصوره هيتولوا الموضوع بتاع ابننا فارس لحد ما يبقى زي الفل، فخليك معايا كده. انا مش عايزك تقفل، لان انا كمان عايز اخواننا في المنصوره يبصوا عليك برضو بصه كده وعلى صدرك ويرعوك وياخدوا بالهم منك. معانا على التليفون دكتور شعراوي كمان، مدير مستشفيات جامعه المنصوره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ اهلا بحضرتك وتحيه لحضرتك والحمد لله. تحية لحضرتك وللسادة المشاهدين، والحقيقة يعني حضرتك بتختار مواضيع جميلة. احنا انا بتابع البرنامج دايما، بتابع البرنامج من الاول. ربنا يكرمك. تحية طبعا لرئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعني تبنيه لمؤتمر الافريكان هيل. ايوه. وتحية للدكتور عادل العدوي، واحنا جامعة المنصورة مشاركة في هذا المؤتمر طبعا باوراق بحثية كتير. وتحيه برضو لاهلنا على فكره في شبرا ميلس. انا من مواليد سمنود الغربيه، لان طبعا شبرا ميلس وشبرا بابل والعجزيه دول من اكثر الصناعات في الكتان، وتحيه خاصه ليهم يعني بمناسبه المداخله مع حضرتك والصدفه الجميله دي. لا ده هو ده تحيه كبيره مربعه للمنصوره والدقهليه كلها. ربنا كله الا المنصور. ومستشفيات جامعة المنصورة دي أصلها واحدة من أهم القلاع الصحية والطبية في بلدنا. ده يعني ده حقيقة. طيب دكتور، زي ما حضرتك عارف الموضوع بتاع فارس ابننا يعني مصاب بالصلع، وخلاص ما بقاش فيه ولا شعراية خالص، وإحنا عارفين أنكم تقدروا تتولوا الموضوع، بس أنا عايز أتقل في حاجة بقى. اتفضل. والده عم سعيد أنا عايزه برضو إيه وهو جاي كده مع فارس نكشف عليه ونطمن عليه. أنا عايز بس أطمن حضرتك خالص بالنسبة لفارس ولوالده. أنا هتكلم عن الاتنين بعد إذن حضرتك. اتفضل، ده احنا نتشرف. ده أنا مبسوط بوجودك معانا على الهوا جدا. ربنا يديك الصحة. والله. بالنسبة لفارس أنا بس أنا طبعاً مش متخصص في الصلع ولا في فقدان الشعر. عارف. أنا تخصصي أنف وأذن وحنجرة. أيوه. لكن إحنا هنتبنى حالة فارس وهنعرضه على المختصين. حلو. ولكن أنا بس عايز أوضح حاجة. اتفضل. من الصورة اللي حضرتك عرضتها لابننا فارس. أيوه. هو سنه في سن المراهقة. ففقدان الشعر أنا عايز بس يعني أميز بين حاجتين، الصلع وفقدان الشعر. أيوه. فارس عنده فقدان كامل للشعر في جسمه، مش هتلاقي بس راسه لكن هو في حالة مراهقة في سن المراهقة، وهتلاقي عنده فقدان للشعر في جسمه كله. ماشي. والحقيقة دي بنسميها في الطب ألوبيشيا توتاليز، يعني ثعلبة كاملة. اسمها ثعلبة كاملة وليس صلع. تعرف الصلع ده بيبقى مرض وراثي، وبيبدأ بعد سن الأربعين، إن الشعر بيبقى يتساقط
والشعر طبعا في جسمنا بيعتمد على الاندروجين وعلى بعض الهرمونات. ايوه. ففارس محتاج مش محتاج تخصص واحد، ده محتاج عده تخصصات علشان نوصل للسبب ونوصل للعلاج المضبوط، لان فارس قد يكون هناك مرض مناعي تحت هذا المظهر اللي هو فيه، قد يكون مرض هرموني هرموني للغدد الصماء، قد يكون فيه بؤر صديديه في جسمه بتؤدي الى هذا، قد يكون هناك بعض الادويه اللي كان خدها قبل كده اثرت او وصلت لهذا الموضوع. اللي حضرتك اشرت اليه اللي هو الانزواء او يعني الحاله النفسيه اللي فارس فيها طبعا من المنظر اللي هو فيه وبيحس بالخجل من صحابه. انا عايز اقول ان المرض النفسي في حاله فارس قد يكون سبب وقد يكون نتيجه، لان بعض الامراض النفسيه بتبقى مصاحبه بتؤدي الى تساقط شعر وقد يكون نتيجه. ففارس هيتعرض برضو عندنا على دكاتره الامراض النفسيه عشان يشوفوا هل هناك سبب او علاج للحاله اللي هو فيه، لان فارس لازم يبقى قوي، لازم يقاوم المرض. صح. لازم، اصل المرض مش عيب ولا حاجه احنا نتدرى منها، بالعكس لازم يفهم ان ده مرض وله علاج. الاطفال اللي زيه اللي خدوا علاج كيماوي بيحصلهم سقوط في الشعر وبيرجع يظهر وكده بيرجع تاني بامر الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبه لفارس، احنا بنتبنى حالته في جامعه المنصوره يجي لنا في اي وقت، هنعمل كونسلتو كامل من الاساتذه والاستشاريين في كل التخصصات. حلو. وبرضه هنبلغ حضرتك في نتيجه التخصصات وبالعلاج. الله يخليك. بالنسبه للحاج سعيد والد فارس، احنا بس عايز انوه، احنا عندنا هو واضح ان من الكلام اللي قاله سعادتك ان هو عنده حساسيه وربو شعبي. احنا عندنا في جامعه المنصوره في وحده للحساسيه وعامله امصال للحساسيه بالاشتراك مع شركه تكسيره للامصال. حلو. وهي امصال مصريه 100% وواخده براءه اختراع وبتكلفه بسيطه جدا. احنا بنعالج المرضى من غير ما يدفعوا اي حاجه. الحمد لله. دكاتره الصدر والحساسيه هيشوفوا عم سعيد واللازم كله هنعمله له ان شاء الله. المنصوره دايما حاجه تخلي الواحد يفخر بيها يعني بصراحه. يعني الواحد يعني فعلا مش اصل انا باجي لكم بصراحه جامعه المنصوره كتير، تحديدا عندي يعني كليه الطب وما الى ذلك، لانه واحد من اساتذتي دكتور محمد غنيم، فانا دايما تلاقيني رايح جاي على مركز الكلى. فانا المره الجايه لما اجي هاجي اسلم على حضرتك. انا منتظر حضرتك وتشرفنا في اي وقت. ربنا يخليك يا دكتور، الف شكر ليك. نقدر نقول لهم يجوا يا فندم امتى؟ في اي وقت، احنا من بكره جاهزين، لو عايز يجي من بكره ان شاء الله. هو من المحله حسب ما انا فهمت. ايوه. والمحله جنبنا، يعني ممكن يشرفنا بكره في مستشفى الجامعه الرئيسي الساعه 10 صباحا ان شاء الله، نكون منتظرينه باذن الله. بعون الله. الف 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 شكر ليك يا دكتور، كل الشكر لدكتور شعراوي كمال مدير مستشفيات جامعه المنصوره. عم سعيد بكره الصبح باذن الله من بدري هتروح على دكتور شعراوي كمال في جامعة المنصورة، هو مدير مستشفيات الجامعة، هو هيقوم باللازم ناحية فارس وبإذن الله ناحيتك، وبإذن الله الجميع يقوم بألف صحة وبألف مليون سلامة. هستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. بزمان بزمان منذ الأزل، قبل أن يكون هناك حب أو غزل، عندما كنا في قبضة الغيب لم نزل، كان آدم وحواء في جنة عدن، حيث النعيم والشباب ليس له مدى. التقطت حواء التفاحة وبطلعتها الوضاح، وعيون السحر اللماحة قالت يا آدم بصراحة، قالت يا آدم بصراحة، تعدمني لو ما أكلتش يا آدم تلك التفاحة. فأكلها أكلها، التهمها لم يبق شيئا منها، فانفجر كقنبلة ذرية وامتلأ العالم ذرية. وبعد ما كان آدم واحد بقى كل شعوب البشرية. اتفاجئت لما شفت دي،
أنا شفتها طبعا قبل حضراتكم يعني أنا وزملائي تحديدا مع زميلي العزيز عبد الله صبري. اتفاجئت لأن أنا عمري ما شفتها قبل كده. بس عايز أقول لك على حاجة، يعني ركز جدا 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 في أداء الراحل يونس شلبي للي أنت شفته دلوقتي ده، وركز فيه مش بس الأداء، الإلقاء، الإحساس بمعنى الكلام، اللغة العربية ومنطقها السليم ومخرج كل حرف، التشكيل السليم، علشان ده يونس شلبي. ولازم تبقى فاهم انه الله يرحمه يا رب يونس شلبي اكبر في موهبته بكتير من اللي انت شفته، والعهدة في ذلك على راويا حيا في الحالة دي انا، بناء على حوار دار بيني وانا عيل صغير كنت عندي 23 24 سنة مع الراحل العظيم سعد أردش، وهو كان واحد من أساتذة الراحل العظيم أيضا يونس شلبي، وقال لي بالظبط كده، قال لي يونس ده حتة موهبة أكبر بكتير أكبر بكتير من اللي انتوا بتشوفوه قدامكم. خلونا ناخد معانا على التليفون سارة يونس شلبي. أهلا 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 يا سارة. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا قلت لك يا ساره، قولي لي يا يوسف حضرتك ايه وبتاع ايه، احنا بتوع الكلام ده. اهلا استاذ يوسف. اهلا بحضرتك يوسف. يوسف ولا استاذ ولا حاجه. ساره، اولا النهارده هو عيد ميلاد الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. انا عايز اعرف انت اتفاجئتي زي لما اتفرجتي او سمعتي، انا مش عارف اسميها طقطوقه ولا اغنيه ولا اداء ولا ايه، انت سمعتيها قبل كده دي يا ساره ولا زي متفاجئه كده؟ لا سمعتها قبل كده، هو اصلا كان قالها في برنامج قبل كده لي يعني زمان. فعلا حلوه قوي دي. وقولي لي بقى الحاجات دي عندكم منها كتير يا ساره؟ عندنا منها كتير. ممكن تحكي لي على الوالد؟ لانه احنا اللي نعرفه جداً. هو كان احسن حاجه فيه ان هو شخصيه طيبه جدا ده واضح كده يعني في البيت، غير التلفزيون وكده يعني. هو في الحقيقه اصلا حد حنين جدا، حد كويس يعني، وحد كوميدي جدا في الحقيقه بقى. يعني في الحقيقه كمان كان كوميدي، يعني انا اسمع انه الناس اللي عندهم موهبه كوميديه صارخه دول بيبقوا في الحقيقه جد لدرجه مخيفه. يعني كنت اسمع كده عن هو زي ما بنشوفه. هو زي ما بتشوفه كده، زي ما بيطلع على التلفزيون، هو نفس الكاركتر اللي انت بتشوفه والناس كلها بتشوفه. يهزر مع الناس وياخد ويدي ويضحك قلبه صافي يعني طول الوقت. جدا جدا والله. الله يرحمه يعني، الله يرحمه يا رب ويحسن اليه يا رب. دي صوركم وانت صغيره؟ دي صوري معايا وانا صغيره. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. يعني ساره، واحنا بنتكلم النهارده على حد عظيم وفنان مهم، وزي ما كنت بقول لك يمكن ده حوار دار ما بيني وما بين استاذ سعد أردش الله يرحمه، على موهبه العظيم الله يرحمه يا رب يونس شلبي. النهاردة سارة يونس شلبي تحب تقول إيه في عيد ميلاد والدها اللي مش بس رسم على وشنا ابتسامة، اللي موتنا ضحك وملانا بالسعادة؟ بقول الله يرحمك وكل سنة وانت طيب، وعيد ميلادك عند ربنا أحسن أكيد، والناس كلها فاكراك أكيد وفي قلبهم، وكويس أن حضرتك برضو فاكره وبتحيوا ميلاده، ودي حاجة شرف لينا طبعا وليه. لا ده احنا اللي متشرف والله. احنا اللي متشرف يعني، هو احنا طول الوقت فاكرينه اصلا يعني. والدك ما يتنسيش يا سارة. ربنا يخليك يا رب. ربنا ما يخليك. ما ينفعش يعني والله ما تمشي حتى الحكاية. ازاي يعني مين اللي هينفع ينسى سارة حتى هذه اللحظة؟ الناس تشوف عاطف وتشوف منصور وتتفرج على بوجي، ده غير عشرات الأفلام عشرات المسلسلات. الناس على طول بالنسبة لها مرتبط الضحك والسعادة والعيد بيونس شلبي، مع حفظ اللقب طبعا. أكيد أكيد. ما ينفعش نعيد من غير المسرحيات بتاعت يونس شلبي، استحالة يعني. أو لحد دلوقتي فعلا بتتذاع المسرحيات دي ليه، أكيد الناس كلها فاكراها. طبعا طبعا طبعا. إحنا حبينا إن إحنا مع بعض كده ومعاكي بالتأكيد ومع ملايين المواطنين نحيي عيد ميلاد رجل أبهج الملايين وملأ قلوبهم بالسعادة وملأ بيوتهم بالضحكات الصافية. ربنا يخليك يا رب. وهو أكيد يعني في قلوبكم كلها، ويعني بطلب من الناس كلها بس إن هم يفتكروه دايما بالخير ويدعوا له دايما، إن الناس تفتكروا بالخير إن شاء الله.
دايما دايما. وبشكركم اكيد يعني على المداخله التليفونيه دي. ده احنا اللي نشكرك لحضرتك. احنا اللي نشكرك انك سمحت لنا بان احنا نشاركك في عيد ميلاد الراحل العظيم حقيقي يعني. ربنا يرحمه يا رب. ربنا يرحمه. شكرا لكم جدا. الف رحمه ونور. شكرا جدا 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 ليك يا ساره. ساره يونس شلبي. يونس شلبي خريج معهد الفنون المسرحيه. ولانه خريج معهد الفنون المسرحيه في عزه، ودي حاجه مهمه جدا، ده اللي ورا انك تسمع اللي احنا سمعناه من شويه، يعني على حدوته سيدنا ادم وستنا حواء وخروجهم من الجنه. سيبك ان هو في النهايه خالص الله يرحمه يا رب يونس شلبي ما هوش مطرب، ما هوش مغني، هو يؤدي. بس خد بالك الحدوته اللي حكاها في هذا الاداء الشعري المنغم الموزون المقفى، واللي كتب برضو يعني كاتب بمنتهى الحكمة يعني فانفجرك القنبلة الذرية فمش عارف فصار آدم كل الذرية حاجات كده يعني. مهم لأن طبعا ما حفظتهاش دلوقتي يعني. اللي عايز بس أقوله لك إنه شوف خريجين معهد فنون مسرحية في عزه بينطقوا عربية إزاي، لغة عربية إزاي، الأداء عامل إزاي، الفهم الحقيقي لكل كلمة والسكتات معناها ايه. رحم الله حقيقي هذا الرجل الرائع يونس شلبي الله يرحمه. خلونا نروح للفاصل ونتكلم مع بعد الفاصل بعيدا عن الهري، بعيدا عن الهري، شهادات ال 18%، طب 14%، طب 15%، خد بالك في شهاده 15% بنك ناصر الاجتماعي، وده لا يعد اعلان بالمناسبه يعني، ده بنك ملك وزاره التضامن الاجتماعي، مش حاجه اسمها اعلان تبع وزاره، صح ولا ايه ولا انا بيتهيألي؟ المهم عايزين نقعد نتكلم على هذه المساله، لماذا اصدر القطاع المصرفي في ثلاث بنوك تحديدا الشهادات دول؟ لا ده انا عايز اقول لك حاجه. في بنك خاص عنده شهاده 14% بس باجل 4 سنوات. حدوته لازم نفهمها على ايد أساتذة الاقتصاد. دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي ينورنا بعد الفاصل. يعني بص بقى هتلاقي العباقرة لابسين زي بعض معروفة دي. خلونا نرحب بضيفنا العزيز دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، منورنا يا دكتور. أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كنت بقول إنه معلش عشان زمايلي بيتناقشوا في موضوع ما بيهمنيش انا. كنا بنتكلم النهارده على مساله اصدار الشهادات في بنك مصر والاهلي باجل 3 سنوات 14%، بنك ناصر اصدر شهاده ثانيه 15% برضه اجل 3 سنوات لكن مقسمه انه لو هتدفع العائد شهريا او ربع سنوي او سنوي، فاذا كان سنوي ده اللي هيبقى 15، ان كان بشكل شهري فدي هتبقى 14. ايضا احد البنوك الخاصه أصدر كان من الأسبوع اللي فات لو أنا متذكر شهادة بس أجل 4 سنوات 14. يجي السؤال وليه ما استمرتش شهادة 18؟ طبعا ده سؤال الشارع طول الوقت، وليه ما سبتولناش ال 18 ورحتوا عاملين لنا ال 14؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني أنا شايف من وقت ما اتعملت الشهادة المربوطة لمدة سنة ب 18 الموضوع ده واخد حيز كبير من تفكير المصريين. وده موضوع فني بحت، يعني ده موضوع فني بحت مش محتاج يعني حالة الشد والجذب والجدل، ودايما الناس بتكلمنا عليها في النقطة دي. هو الموضوع باختصار ان احنا عندنا تضخم زي اي دولة في العالم عندها تضخم، فعلاج التضخم الحكومات بتلجأ لسياستين، لإما سياسة مالية لإما سياسة نقدية. السياسة النقدية ان هي بترفع سعر الفايدة علشان تحاول بقدر المستطاع تسحب السيولة اللي موجودة في السوق علشان تعمل كبح جماح التضخم. لكن التعامل مع التضخم ليس فقط بيكون عن طريق السياسة النقدية، ولكن الناس كلها بتتكلم بالسياسة النقدية وسعر الفايدة، ولكن أيضا بيكون في حاجات تاني برضو سياسة مالية مهمة بقى اللي هي بنقول عليها الإجراءات اللي بتقوم بيها الحكومة وعمل مشاريع إنتاجية وكل الإجراءات اللي بتقوم بيها الدولة التانية دي بنطلق عليها سياسة مالية. الفرق بين الحاجتين إن السياسة النقدية المفروض يكون تأثيرها سريع شوية، يعني أنت كل ما يكون عندك تضخم كبير بتحاول بقدر المستطاع انك انت تستخدم السياسه النقديه لان تاثيرها بيكون اسرع. وطبعا برضو الاستثناء انك ترفع سعر الفايده، يعني مش الاستثناء ان يكون مرتفع، لا الغير طبيعي ان يكون سعر الفايده مرتفع بالشكل ده، لان احنا دايما حتى بنقول ان سعر الفايده لما بيرتفع بيبقى اللي بيأثر على 3 حاجات. بيأثر على الاستثمار طبعا، لان اي واحد بيعمل نشاط وبيعمل مشروع
عايز يتوسع، عايز يزود نشاطه، فممكن ياخد قرض او ياخد اي تسهيلات ماليه يوسع نشاطه. ده هيرفع التكلفه، فطبعا بيرفع التكلفه وممكن يتوقف ما يتوسعش، فبالتالي ده بتضر الاستثمار. عشان كده بيقول ده بتبقى رفع سعر الفايده بتبقى حاله مؤقته في ظروف معينه استثنائيه مش دايما. ايضا بتاثر على الدين المحلي، لان طبعا الدين المحلي نتيجه ارتفاع سعر الفايده فمفروض خدمه الدين تزيد، عشان كده برضه بنقول دي حاله استثنائيه وانها ترجع تاني وتنخفض. ثالث حاجه برضه بتاثر على اسواق المال وبتاثر على البورصه، واحنا يعني زي ما بنقول ان البورصه بتاعتنا مش ناقصه. فبالتالي طبعا لما بيكون اسعار الفايده منخفضه بتشجع الناس والمستثمرين والشركات انها تقترض وتزود نشاطها الاقتصادي. طبعا في اجراءات اخرى برضه بتقوم بها الحكومات وبتقوم بها الدول علشان تكبح التضخم، التضخم الكبير، التضخم الجامح اللي احنا شايفينه ده، ان هي تشوف العجز فين، تشوف ايه السلع اللي فيها ارتفاع في الاسعار، خاصه ان يعني احنا بالاساس ارتفاع اسعار المواد الغذائيه والمواد الاساسيه والطاقه هو اساس، هو مشكله التضخم العالميه اللي بتواجه العالم. والى الان يعني الغرب والولايات المتحده خلاصه كلامهم وخلاصه رسائلهم السياسيه ان هم مش قادرين على التضخم وهيسيبوه يمر. طيب الـ الناس لما بتاخد فلوسها وتحطها في الشهادات بيبقى عادة هي رافدين مالهمش تقريبا تالت. الرافد الأول إن هو كان عنده بالفعل فلوس محطوطة وديعة أو شهادة، يعني فلوس كانت موجودة في القطاع المصرفي ولكن بفايدة قليلة، فيشوف مثلا شهادة بزي 18% أجل سنة فيقرر إنه يعمل الحسبة بتاعته لقاها كسبانة فيكسر الشهادة الأولانية ويحولها للشهادة بالعائد 18. طيب وفي رافض آخر ألا وهو أن الفلوس دي كانت في الدولاب تحت البلاطة، فبدل ما هي محطوطة تحت البلاطة فتتعرض لمسألة نسبة التضخم، فعلشان حجم مدخراته ما يقلش فيروح واخدها وحاططها جوه شهادة الـ 18%. عمليا شهادة الـ 18% جمعت ما يقترب من 755 مليار جنيه مصري، والآن تيجي البنوك تقول يا جماعة استنفذت غرضها. سؤال بقى، يعني ايه استنفذت غرضها؟ يعني تقريبا نسبة يعني كنا دايما بنشوف في الاول البنوك زحمة، يعني بشكل مبسط والناس بتحط فلوس كتير، او مثلا ممكن يكون في جزء طبعا ما اقدرش انكر في جزء بيفك الشهادات القديمة وبيحط في الشهادة الجديدة. حلو. لكن لازم نحط في الاعتبار هي لمدة سنة واحدة بس. بالزبط. يعني لازم تفكر بعد السنة ده ايه اللي هيحصل، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ وطبعا يعني كان طبعا سعر 18 ده مرتفع، ولكن زي ما قلت هو لفترة معينة استنفذت غرضها، يعني تقريبا خلاص ما فيش حد تاني بيحط ايداعات، راحت وقفت، وده كان حاجه طبعا متوقعه. ثم عملوا شهاده لفتره اطول برضه علشان اللي عايز يطمن، يعني برضه في مواطنين كتير يمكن اغلبهم ارباب المعاشات وكده عايزين دخل ثابت وامن، عايز يبقى عارف العائد الثابت بتاعه لمده ما، ودول حقهم طبعا، دول طبعا فئه مهمه جدا من الشعب المصري وحقهم، وبالتالي هو هيبتدي يفضل الشهادة الجديدة اللي بتبقى على 3 سنوات لأنه بيعتبر أنه خد فترة أطول. طبعا برضو بيهم الناس كتير برضو أنها تحافظ على مدخراتها، يعني يقول لك أنا عندي فلوس عايز أحافظ عليها، عايز أحافظ على قيمتها، فبالتالي لما يكون في تضخم أو في عدم استقرار في سعر الصرف فهنا طبعا بتتأثر قيمة العملة، أو نقول يعني يمكن أن العملة دي بنقول عليها مصدر لحفظ الثروة والاكتناز، يعني انت تدخر فيها، فانت لما يعني انا لو متدخر مثلا 100,000 جنيه مع التضخم قيمتهم بتقل، فانا قيمتهم بتقل، فبالتالي بحاول اشوف اي حاجه تعوضني عن تقليل نسبه التضخم، فبتبتدي اشوف اي استثمار احط فيه. ولكن احنا في مصر المصريين يميلوا بشده الى استثمارات معينه، يعني الى الاستثمار الامن. اوعيه ادخاريه مصرفيه دي امنه؟ اوعيه طبعا اوعيه ادخاريه امنه بنسبه 100%، لان احنا يعني باختصار او يعني هي شهاده، يعني انا عايز اقول ان جهاز المصرف المصري من اقوى الاجهزه المصرفيه في العالم، وان شال الاقتصاد المصري فترات طويله، يعني الجهاز المصرفي المصري تحط فلوس اي مواطن بيحط فيه فلوسه وهو مطمن بنسبه 100%. صح. مفيش اي حاجه ممكن تحدث لفلوسك. البنك المركزي المصري حاكم العمليه دي وحاكم البنوك التجاريه بشكله، عنده ضوابط، اي بنك بيجي جديد بيشتغل في مصر بيبقى عنده ضوابط علشان دائما وابدا هنلاقي ان فلوس واموال المودعين في امان تام جدا جدا داخل الجهاز المصرفي المصري. برضو في النهايه عايز اقول موضوع سعر الفايده ده حاجه فنيه بحته، يعني بالمناسبه هو لو الناس بس ركزت هتلاقي انه في الشهاده اللي هي اجل سنه اللي خلصت دي او اللي خلاص ما بقاش فيها شراء، عشان الناس ما تفهمش انها خلصت يعني خلاص كده، لا ما بقاش فيها شراء، ال 18% دي هي بالظبط نسبه الزياده في سعر الدولار، او لو صح التعبير نفس نسبه الخفض في سعر الجنيه.
تقريبا هم 18% تقريبا تقريبا دي بتعوض دي زي ما حضرتك اشرت فعلا هي دي بتعوض دي تقريبا علشان تقلل ظاهره الدلوره تقلل ظاهره يعني ان او تقلل ظاهره برضه بدل ما الناس تجري وتروح تشتري دولارات عشان تحافظ على مدخراتها ايوه دي مشكله كبيره فأقول جدا بالفعل. طب بص هو الفرق 18% ادي الشهاده انا هعوضك عنه اه او تشتري مثلا سلع تكون مش محتاجاها مثلا او تشتري عقارات يعني وتزود الطلب على سلع مش ضروريه نتيجه ان معاها السيوله او معاها اموال عشان كده احنا بنقول عليه التضخم اموال كتير او نقود كتير بتشتري سلع ومنتجات قليله فاحنا بنحاول نقلل المعروض النقدي علشان نعمل عمليه كبح جماح او نقلل التضخم بقدر المستطاع بس بشكل سريع لكن طبعا ده ما يمنحش لازم تكون في سياسات تاني بقى واستراتيجيات تاني علشان نشوف الخلل فين حدث أكيد. اه نشتغل عليه بقى نشوف نحله ازاي ولكن دايما السياسات الاخرى بتاخد وقت ولكن السريع اللي بيبقى في الاجل السريع هو سعر الفايده ده خلاصه السياسه الماليه والنقديه باختصار اللي يعني دايما الناس بتتكلم فيه وطبعا برضو انا عايز اقول يعني ان ظاهره ان المواطن برضو ما يحاولش يفتح اي مشاريع خاصه او استثمار خاص او يعمل اي نشاط اقتصادي دي برضو هي ظاهره مش جيده الصراحه يعني دائما يعني في سؤال دايما بيتراود الاذهان يعني المصريين بيضعوا اموالهم فين او بيستثمروا فين مدخراتهم بيضخوها فين او بيحطوا فيها ايه طبعا المدخرات دي دايما بنقول عليها تجميع الفوائد الماليه لدى الفرد مرحله ما قبل الاستثمار لما يكون عندك مدخرات تبتدي تفكر في الاستثمار وبالتالي احنا هنا بنلاقي ان المصريين بيلجأوا اكتر الى البنوك او يلجأوا الى العقارات فكره ان يكون في وعاء يجمع الاستثمارات دي من المصريين ويضخها في انشطه انتاجيه وانشطه منتجه وانشطه في الزراعه والصناعه الكلام ده احنا عندنا يعني قليل شويه ما عندناش حاجه بتقوم بالدور ده بالمعنى المفهوم طيب انا اساسا هروح لفاصل وهرجع بعد الفاصل حتى نغلق باب الشهاده من 18% ده انه هو في حاجه اسمها شهاده تفضل طول الوقت مطروحه دون ان تتوقف يعني هي حصلت في التاريخ قبل كده لا سمح الله واحنا ما كلناش بيها علم هستاذن نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه الدكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد الدولي استنونا قاعدين بندردش انا ودكتور كريم العمده على كم الهري اللي موجود في الشارع المصري، الكل فجاه بقوا اخصائيين سياسات نقديه ومصرفيين لا يشق لهم غبار. انا نجدد الترحيب مره ثانيه بدكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد الدولي. هل سبق قبل كده انه في شهاده فضلت مفتوحه للشراء الى يوم الدين؟ لا طبعا ما فيش حاجه زي كده، بتبقى مفتوحه لفتره معينه. ليها غرض معين ليها هدف معين بتحققه مجرد ما تحقق منه خلاص الموضوع بينتهي ويبتدي ممكن تكون في شهادات تانية لظروف تانية في وضع تاني كل وقت له ظروف يعني الشهادة دي عمرها ما كانت هتحدث 18% إلا لو الأزمة الروسية أو أزمة التضخم العالمية هي اللي أثرت لكن غير كده ما فيش شهادة بتستمر الفترة دي وهي دايما كمان بتكون لفترة محددة يعني طيب هو مش ده معناه انه لما انا اجي اقول والله هذه الشهاده استنفذت غرضها بالنسبه لي كدوله او كقطاع مصرفي وانه خلاص كده احنا مش هنصدر منها تاني واللي اشترى اشترى حلال عليه وانه هياخد العائدات بتاعته طبقا لما هو متفق عليه لمده 12 شهر من تاريخ او تاني يوم تاريخ الشراء مش ده معناه انه دي دوله زائد من داخلها قطاع مصرفي عارف او يكاد يكون عنده شيء من اليقين ان معدلات التضخم دي هتبدا تقل خلال ال 12 شهر اللي جايين وبالتالي لا داعي لوجود شهاده بهذه الفائده الضخمه لانه بعد كده هننزل الفوائد او سعر الكوريدور زي ما بيتقال وبالتالي الشهادات اللي ممكن تبقى بتصدر بعد كده هتنزل بالتاكيد بفئات اقل لانه معناه ان الوضع الاقتصادي اصبح في تحسن والا كنت هفضل سايبها مفتوحه لو سبتها مفتوحة يبقى أنا شاكك في أدائي الاقتصادي لو أنا قفلتها يبقى أنا مش شاكك في أدائي الاقتصادي ولا أنا فاهم غلط لا طبعا يعني مفيش حاجة اسمها شهادة بالعائد ده تكون مفتوحة وبالتالي طبعا أكيد من وقت ما تم طرح هذه الشهادة هيبتدي معدل التضخم يثبت يتراجع ينخفض
نصل الى المعدل التضخم المستهدف، لان بيبقى في معدل تضخم مستهدف بيتحدد بنبقى مستهدفينه، وبالتالي انت هنا بيبتدي نقلل يعني بنقلل تاثير السياسه النقديه بقدر المستطاع علشان يرجع السوق تاني او نرجع نخرج من المرحله اللي احنا فيها دي لمرحله الرواج والنمو، وان احنا نقلل سعر الفايده علشان احنا بنقول ان رفع سعر الفايده ده بنسميه سياسه انكماشيه. سياسه انكماشيه اللي بتحدث وقت لما يكون في ازمه ما بنستخدمها، فلما العرض بيزول بنبتدي نرجع او بتبتدي السياسه النقديه بتتعامل وتخفض سعر الفايده، زي ما حصل احنا مش كان في 2017 نفس المشكله لما التضخم زاد ترفع سعر الفايده وبعدين ابتدى يقل تدريجي. ده ما فاكر كان في شهاده 25 وبعدين شهاده ب 20 وبعدين اظن كان في شهاده 19 وبعدين شهاده 16 وبعدين وصلنا الى انه الشهادات بقت ثلاثيه وخماسيه بس، ولما الشهادات ولما انخفض التضخم انخفض سعر الفايده حتى طبعا لمده 10 اجتماعات متتاليه. صحيح. او 11 اجتماع ورا بعض ورا بعض ورا بعض كان سعر الفايده وصل من قيمه سنه ولا حاجه كان 7% ولا حاجه، يعني دي بتبقى زي ما بنقول عليها الغرض معين الهدف معين فقط لا غير. الموضوع ما يتحملش او انا مش شايف مبرر ان الناس عمال بتسال في التفاصيل الفنيه اللي ليها، يعني ده زي علاج مثلا بتاخده وانت تعبان لفتره معينه وخلاص الموضوع بينتهي. عارف انا ساعات يعني انا دايما ما عنديش مشكله ان المواطن يسال، انا ساعات بس بيبقى في جاي في دماغي فكره من امتى، وبعدين ما هو ابهاتنا وامهاتنا ياما اشتروا شهادات، امال يعني كبرونا وعلمونا منين؟ ما احنا مش ولاد مليونيرات يعني، ده على سبيل المثال. من امتى في حاله من حالات القلق والخيفه والتربص والتوجس المستمر؟ يعني على ما يبدو ان هناك اعلاما موازيا يشيع الفساد في الارض او الفساد في العقول. ويا ريت يكون اعلام موازي، يعني نقدر نقول عليه اعلام افتراضي. اعلام من الخيال. اعلام بيروج الاشاعات. عشان كده انا دايما بقول ان يعني الاشاعه دي يمكن نقول عليها اول جند من جنود العدو. والاشاعه دي ما يصدقهاش غير البلهاء والسذج. الاشاعات الاقتصاديه دي بالذات يمكن ليها تاثير طبعا ليها اثار اجتماعيه، لان الناس لما بتبتدي تداولها بيبقى ليها طبعا تاثير خطا، واللي بيطلق الاشاعات اللي من النوع ده برضو يعني بيسعى ان هو يلمس نقطه معينه ويسعى ايضا ان هو يدمر فكره معينه لدى المواطنين. ف الاشاعات الاقتصاديه من ايام ما كنت بتحفر قناه السويس دي المراكب فيها بتتقلب، ده الناس فيها بتغرق، وشهادة قناة السويس دي مش هيرجعوا لكم فلوس، وشهادة قناة السويس الفلوس دي مش هترجع. كل مشاريع الشركات الكبرى بتنسحب من العاصمة الإدارية، ده مش عارف دولة إيه عملت إيه، كلام من النوع ده مش هينتهي وهيستمر، ونخلص من إشاعة نجاوب عليها نخش في الإشاعة اللي وراها، وهتخلص من إشاعة تخش في سيل من الإشاعات. أنا فاكر مرة مجلس الوزراء اتكلم قال إن هو يعني اكتشف أو حصر إن كان فيه 21,000 إشاعة في 3 شهور. 21,000 إشاعة. أيوه. يعني فيعني الإشاعات اللي من النوع ده هتكون موجودة طبعا. التشكيك في مصر والتشكيك في الاقتصاد المصري، يعني الكلام ده كله هتلاقيه طبعا موجود ويتداوله طبعا المواطن. عشان كده هنا دور الإعلام إن هو يوضح ويفسر ويفهم المواطن طبعا ويرفع درجة الوعي. دور الإعلام إنه يرفع درجة الوعي نقطة مهمة جدا طبعا، عن طريق المتخصصين برضو، يعني برضو متخصصين كل واحد مختص في مجاله برضو. يعني أنا ضد إن يعني غير المتخصصين يتكلموا في أمور فنية وحساسة زي كده، لأن الكلام في الاقتصاد برضو حساس شوية طبعا. وإن الكلام فيه يكون بحدود وبحساب علشان ما يجيش مواطن يمسك في كلمة ويبتدي يرتب عليها أفكار في دماغه. ايضا الاوقات اللي زي كده محتاجه نوع من انواع الترابط، يعني هو ليس فقط دور الحكومات ولكن المواطنين. يعني احنا اذا كنا دايما بنقول ان المواطن يرشد الاستهلاك والحكومه ايضا مطالبه انها ترشد الاستهلاك وتقلل الانفاق الحكومي والبذخ والمواكب المسؤولين، ده كله ده ايضا يتقلل، لان الحكومه دي قدوه شعبها. لو المواطن شاف الحكومه فعلا بتقلل والمسؤولين بيقللوا انفاقهم ومفيش بذخ هيتقبل الموضوع وهيصدق فعلا. بس انا اظن حكايه المواكب دي خلصت من بدري، يعني الناس دي من النقط برضو اللي بيتكلموا فيها، دي من النقط اللي من الناس بتتكلم فيها. فهي بتبقى موضوع متكامل ليس فقط حكومات ولكن أفراد ومواطنين ورفع درجة الوعي لديهم. طيب، وكل المشاريع القومية برضو كنت عايز أقول لك كل المشاريع القومية بتطلع عليها إشاعات، مش من دلوقتي ده بس. طول الوقت. لا، ومش دلوقتي، أيام السد العالي طلعوا عليه اشاعات السد العالي، هي يعني الفئات المتربصه، واظن ان هم نفس الفئات، هم احفادهم دلوقتي جدودهم انذاك، ان السد العالي هيغرق مصر وان السد العالي هيعطش مصر. اشاعه دي اشاعه دي في نفس الوقت. سبحان الله،
يعني العكس كان هو الصحيح. السد العالي يحمي مصر أو يحمي الأقاليم الجنوبية من الفيضانات الجارفة، والسد العالي يخزن الماء لأجل مصر مش لتعطيش مصر. ودي كانت نفس القصة برضو، كان الأخوان وقتها برضو واخدين على دماغهم يعني مرتين ورا بعض، كانت مرة 56 ومرة تنظيم 65. طيب ده هيرجعني على جملة قبل الفصل حتى قلتها وكانت شيء رائع جدا، قلت على المصري أن يفكر في الاستثمار، ما يبقاش بس إنه إحنا نعمل الشهادة أو نحط الفلوس تحت البلاطة علشان الزمن، المسألة لازم تبقى أفضل من ذلك. بس يجي السؤال، هل إحنا كمجتمع بنعرف نستثمر؟ خلي بالك برضو إحنا على رأي عادل إمام ربنا يديله الصحة بلد شهادات صحيح، إحنا بلد الموظفين، ناخد المرتب نصرفه على العيال ودمتم. هنا طبعا أنا لازم أفرق بين أرباب المعاشات، الستات الأرامل، المرأة المعيلة، الناس اللي ما عندهاش خبرة، ده يحطوا فلوسه في البنك أو تكون في صناديق استثمار تبع البنوك تاخد الأموال دي وتستثمرها. حلو. لكن شاب وناس واحد متعلم، لا، تبتدي تبحث نفسك عن مجال تبتدي تستثمر فيه. استثمر في أي مجال، في أي نشاط اقتصادي، على فكرة القطاع الخاص اللي نتكلم عليه ده، حتى لو واحد بيسوق تاكس، لو أنت فاتح محل صغير، أي نشاط اقتصادي بتقوم بيوفر لك ربح وحاجة تتعلمها وتضيف فيها، وأي نشاط اقتصادي ده يبقى طبعا هتضيف لنفسك وهتضيف للمجتمع. يعني أنا كنت زي ما بقول إن يعني محتاجين تكون في أوعية ادخارية تاخد تلم الأموال دي بتاعت المصريين والمواطنين اللي هم ما عندهمش خبرة ويبتدوا يضخوها في أنشطة اقتصادية منتجة. طبعا المفروض تقوم بالدور ده البورصة، يعني هو ده دور البورصة، ان هي تجمع من ده ومن ده ومن ده وتعمل، بدل ما انا مثلا معايا مبلغ ما يعملش مشروع، تاخد من ده ومن ده وده وتعمل بيه مشروع كبير ويتحول على ارض الواقع. يعني ده بنقول البورصة دي بوتقة، بتحول الاستثمارات الغير مباشرة لاستثمارات مباشرة على ارض الواقع، فدي طبعا المفروض تقوم بدورها، هي ما بتقومش بدورها. عشان كده بس البورصة هتقوم بهذا الدور بشكل مباشر ازاي؟ هي في النهاية خالص مجموعة من الشركات، سواء اذا كانت على 30 او 70 او 100 في الاي جي اكس، يعني في النهاية خالص هي شركات موجودة وادي الاسهم بتاعتها، عاوز تشتري اتفضل، عاوز تبيع اتفضل، هي سوق. الثقافة مش موجودة، ما أنا الثقافة مش موجودة لدى المواطنين، يعني المواطن ده ما بيتكلم أحط فلوسي في البنك أو أشتري عقار أو أديها للمستريح بتاع أسوان ويطلع كل اللي عنده. النهارده الصبح مستريح اسكندرية. لأن الظاهرة دي موجودة، يعني دي ظاهرة موجودة مش مرتبطة بمحافظة معينة، موجودة من الثمانينيات. هل تعلم المصريين من أخطائهم؟ لم يتعلموا من أخطائهم. كل بضعة سنوات بيظهر واحد وبياخد مبالغ ضخمة، مئات الملايين، وكأن المليون بيطلع بمنتهى السهولة، وكأن المليار ده اللي هو مبلغ ضخم كأنه بيطلع من مجموعة أفراد في قرية مثلا نائية بمنتهى السهولة. يعني حاجة ده تساؤل غريب طبعا، وما بيتعلمش الناس، ما بتتعلمش من أخطائها، وكأن ما شافوش قبل كده اللي حصل في الثمانينيات أو كل كام سنة بتظهر الظاهرة دي. لدرجة أنا عايز أقول لك يعني إن يعني ده بتمثل طبعا خسارة كبيرة للأفراد دي، لأن بيبقى عليها بتبقى عليها آثار اجتماعية. لأن لو جاء واحد مثلا طلع كل فلوسه وباع شقته وخد قرض، ده بيخش دايره الفقر على طول فورا، بيخش دايره الفقر وبيكمل باقي حياته طبعا متعطل عن اي نشاط استثماري، بيبقى جزء كبير من دخله بيحاول يسد اللي عليه، فبيمر باثار نفسيه سيئه طبعا، وبيبقى محتاج اعانه. يعني بيتحول من شخص كان المفروض معاه املاك ومعاه اموال ومعاه مدخرات الى شخص محتاج اعانه عشان يقدر يخرج من الازمه اللي هو فيها دي. فبالتالي احنا هنا يعني محتاج يكون في وعي اكثر في تلك النقطه، انك انت تكون في زي اعلام يوجه ويعمل نوع من انواع طرح افكار وطرح فرص وتدريبات مستمره. يعني الـ الشباب في كل دول العالم والناس في كل دول العالم دورهم ان هم يبتدوا يشوفوا مشاريع صغيره متناهيه الصغر، مشاريع منتجه، ايا كان مشروع. انت مش شرط مشروع صغير تكون تعمل مصنع ولا حاجه، لا، اي مشروع صغير زي ما حتى قال سياده الرئيس، يكون في مواشي بتربيها وبتجيب لبن وبتجيب لحوم، دي حاجات منتجه على فكره جدا، واللي فاهم فيها وبيشتغل فيها ويحافظ ربحيه محترمه، ليها ربحيه جيده، يعني على الاقل ببسمك بتنتج اللي انت بتاكله، دي حاجة جيدة جدا. يعني أنا أكون مواطن بنتج اللي أنا باكله، دي حاجة يعني في منتهى الرقي والتحضر. دعم الفلاح ودعم المرابين واللي هم بيربوا المواشي وبيربوا العجول وبينتجوا لحوم، دي حاجة طبعا مطالبة بيها
المنظمات المجتمع المدني وخلافه ان هم يشوفوا القرى الاكثر فقرا ويبتدوا يشجعوهم ويحمسوهم على النوع ده من الافكار المنتجه. ده هيساعد بشكل او باخر طبعا ان هو يحل ازمه التضخم. سلع مواد غذائيه اساسيه هي يعني مشكله التضخم ده بتاع السنه دي والسنه اللي فاتت، وفره في المنتج او بالادق وفره في السلع الغذائيه فهتقلل في الاسعار، هيصبح يعني معروض يعني كبير يتناسب مع الطلب. تخيل معايا المليار بتاع الراجل المستريح اسوان، مليار كان يعمل كام مزرعة ولا كام راس ماشية لو استثمرهم وكبرهم؟ مليار مبلغ ضخم طبعا. وشوف مستريح اسكندرية، لو كل مستريح أو كل أموال مستريح ضخت في هذا النوع من الاستثمارات أكيد هيكون العائد بتاعها للمجتمع. احنا بنفكر عائد للمجتمع وللأفراد، مش بنسرقها. بالفعل تشغلها تستثمرها تتعلم فكره جديده، لكن طول ما انا قاعد الفايده 18% احط فلوسي. لا طب هما ليه عملوا دي؟ انت بتشغل نفسك بمواضيع فنيه بحته، حاجه ليها علاقه بالبنك. السؤال مالكش في الاستثمار، عاوز تحط في الشهاده اتفضل، مش عاوز تحط في الشهاده وانت راجل فهيم استثمار توكل على الله. لا بتحب تستثمر وتحب في الشهاده وعاوز تقعد تعمل مشروعك الخاص، اهلا وسهلا. هو الناس بقت بترغي. بالفعل الناس بقت بترغي. انا عايز اشكرك جدا 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 يا دكتور كريم، نورتنا وشرفتنا كمجره العاده. كل الشكر لضيفنا العزيز دكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد الدولي. كنت احب ان احنا نقعد اكتر من كده، انت عارف اي حديث اقتصادي يبقى انا بقى كده سعيد، احس ان انا باكل ايه؟ احس ان انا باكل دوش مسلوق مع فته. والله دكتور كريم هيضحك، انا بس انا دي اكلتي المفضله لما يبقى الوقت والفلوس سامحه. المهم مش ده الموضوع حقيقي، الحديث في الاقتصاد زي ما قال دكتور كريم العمده هو حديث للمتخصصين، نحاول عن طريق الخبراء زي دكتور كريم يبسطوا لنا طول الوقت للصوره علشان نقدر نفهم ايه اللي بيحصل. بس في النهايه الكوره في ملعب سعادتك، انت حر. خلصت الحلقة لحد كده، لو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم أنا عجزت التاسعة. سلامات.